مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديد من المحترف في الدوري المصري. هي النهاردة حلقتنا بإذن الله هتكون منصبة ومركزين بشكل كامل على طبعا نادينا العظيم النادي الأهلي اللي هيقابل إن شاء الله بكرة نادي يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات في الشامبيونز ليج الأفريقي. الحقيقة الفترة اللي فاتت كالعادة كعادة النادي الأهلي وقدر النادي الأهلي، النادي الأهلي مضغوط بشكل كبير جدا في عدد المباريات. النادي الأهلي في ظل المباريات الكثيرة الحقيقة اللي بيقوم بيها سواء على المستوى المحلي في بطولة الدوري أو على مستوى الأفريقي في دوري الأبطال، الحقيقة بكرة مباراة مهمة جدا جدا. الحقيقة مباراة بكرة مهمة ليه؟ لأن على صعيد الفرق الموجودة بعد الفوز طبعا على ميديام الغاني 3-0، أعتقد مباراة يانج أفريكانز الحقيقة مباراة بإذن الله الفوز فيها تقريبا 70-80%، رغم لسه المشوار طويل، بيأهلك للدور القادم. لكن فريق يانج أفريكانز فريق قوي جدا، وخلينا نقول ما يغركش النتيجة الأولى مع فريق شباب بوليسداد اللي اتغلب فيه 3-0. اللي تابع المباراة كان فريق يانج أفريكانز الحقيقة متسيد المباراة بشكل كبير جدا، ويمكن الثلاث أهداف اللي أحرزهم شباب بوليسداد الحقيقة كانوا من كاونتر أتاك، يعني كلها هجمات مرتدة. فريق يانج أفريكانز فريق قوي، عنده لعيبة مميزة، عنده لعيبة حتى على المستوى الدولي موجودين على سبيل المثال في بوركينا فاسو، في ساحل العاج، كلهم على مستويات عالية، وعدد كبير جدا منهم بيلعب على مستوى المنتخب التنزاني. الحقيقة عملية ضغط المباريات عملية صعبة وعملية مرهقة جدا. يمكن مارسيل كولر خلال المؤتمر اللي فات بعد مباراة سموحة قال انه حتى ما عندوش الوقت والرفاهية ان هو حتى يبقى في عملية للتدريب على شيء ما، او حتى الكور الثابتة ما عندوش وقت الحقيقة الراجل، وما بين كل مباراة ومباراة 48 ساعة، ما بينها كمان رحلات سفر شاقة جدا. عايزين نقول دي يعني ده قدر النادي الأهلي الحقيقة، ودايما رغم كل الظروف الصعبة ديت كل جماهيرين النادي الأهلي، إدارة النادي الأهلي، اللعيبة، كل الناس عارفة إن لا سبيل إلا على الفوز والبطولات كمان مع الأداء الجيد. يمكن في الأسبوع اللي فات أسبوع واحد الأهلي لعب من السبت للسبت، لعب ثلاث مباريات، منها مباراة زي ما بقول لحضراتكم هتبقى خارج أرضه، سفر طويل، مشقة كبيرة جدا بيعاني منها الفريق بعد ما لعب فريق ميديام الغاني في أول جولة والفوز 3-0. رجعنا لعبنا سموحة وتعادلنا يوم الثلاث في الدوري، كمان بكرة يمكن هيكون مباراة قوية جدا بعد سفر النهاردة، يعني يمكن بعثتنا فرقة النادي الأهلي سافروا امبارح إلى تنزانيا. العملية مرهقة جدا، ولكن كل ديت احنا ما بنحطش يعني أعذار الحقيقة للفريق، ولكن احنا بنوضح الصورة بشكل كبير. في عملية إرهاق واضحة، في عملية إصابات موجودة، بقدر الامكان ان شاء الله باذن الله زي انا متوقع مباراه صعبه بكره النادي الاهلي، يعني كلنا ثقه في النادي الاهلي، لكن يانج افريكانز الحقيقه من الفرق القويه جدا خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، بيأدي بشكل اكتر من رائع، وصيف الكونفدراليه في النسخه الماضيه قدام حضراتكم يعني صور من يعني مغادره بعثتنا، طبعا ده كان امبارح، اتجهت بعثتنا بطياره خاصه من القاهرة إلى تنزانيا. والحقيقة زي ما بقول لحضراتكم الكل مستعد، بعد طبعا كان في تدريبات امبارح صباحا في النادي الأهلي، بعدها توجه اللاعبين كلهم إلى مطار القاهرة واستقلوا الطائرة إلى تنزانيا، والكل مستعد. ويمكن الفترة اللي فاتت في ضغوط، يعني أكيد في ضغوط، ولكن أنت كلاعب النادي الأهلي أو مسؤول في النادي الأهلي لازم طبيعي أن تتعود على هذه الضغوط، ضغوط كبيرة جدا على مستوى المباريات المضغوطة من جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي دايما بتحب تشوف فرقتها في أحسن مستوى وأحسن أداء وأحسن نتيجة. ضغوط من الموسم الماضي، الموسم الاستثنائي اللي الأهلي حقق فيه 5 بطولات، ده أكيد حط ضغوط على الجهاز الفني واللعيبة، تكرار البطولات، وده يعني مش بعيد على فرقتنا. الحقيقه الفريق هيتمرن تمرينه واحده، خلاص اتمرن تمرينه واحده في تنزانيا، وركز فيها المدير الفني كولر على شرح خطه المباراه، نقاط الضعف والقوه يمكن في فريق يانج افريكانز، واهم اللاعبين ومفاتيح لعبهم. ده حضراتكم شايفين ده التدريب،
اللي يمكن كان من ساعات قليله، وده كان موجود هناك في تنزانيا، وهي تدريبه واحده، وبكره ان شاء الله المباراه. عامه التدريب قبل المباراه بليله ما بيكونش تدريب قوي، يعني بيكون طبعا بيجس ارضيه الملعب، بيشوف بعض الجمل التكتيكيه يمكن اللي هيتعامل معاها بكره ان شاء الله فريقنا، بيعمل زي يعني الريتاتش الاخير او اللمسات الاخيره للاستعداد للمباراه، ما يكونش فيها مجهود بدني كبير. الحقيقه كل اللعيبه مركزه، وده مهم جدا جدا. ويمكن عايز اقول لحضراتكم، يمكن تعادل المباراتين في الدوري، المباراتين اللي فاتوا واخيرا تعادل مع سموحه، الحقيقه لازم اللعيبه يعني تفوق. وانا شايف ان شاء الله باذن الله، حتى خلال متابعتي في تمرين النادي الاهلي، في تركيز كبير جدا جدا، لان المباراه ديت الحقيقه هتديك طموحات وهتديك امال كثيره جدا، وهتديك ثقه في اللي جاي. اللي جاي كمان عندك مباريات صعبه على مستوى الدوري، على مستوى استعداد لكاس العالم للانديه. الحقيقه كل ديت تحديات كثيره بيمر بيها فرقتنا النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله بكره تكون مباراه على مستوى النادي الاهلي، على مستوى اداء النادي الاهلي اللي احنا نعرفه. في تذبذب في الاداء شويه في مباريات الدوري، وارد جدا في كره القدم، ولسه عندنا المشوار طويل. النادي الاهلي لسه عنده مباراه مؤجله في الدوري، ان شاء الله يفوز بالمباراه يبقى على قمه الدوري، وده اللي يطمح فيه اللاعبين والجهاز الفني وكل جماهير النادي الاهلي. طبيعه الدوري المصري النادي الاهلي يكون متصدر جدول البطوله. على المستوى الافريقي الشكل مختلف شويه، التحديات مختلفه شويه، الفرق على مستوى الفني بتكون مختلفه بشكل كبير، ولازم التركيز يكون عالي جدا. وبكره ان شاء الله، النهارده باذن الله عندنا 2 ضيوف كبار، هنتكلم عن كل تفصيله في فريق يانج افريكانز، هنتكلم على فرقتنا النادي الاهلي ازاي هنشتغل في الشكل التكتيكي والشكل الفني بكره. النهارده كمان معانا يعني وجبه دسمه الحقيقه، معانا المؤتمرات الصحفيه، هنشوف مارسيل كولر قال ايه، محمد هاني قال ايه، هنشوف كمان المدير الفني ليانج افريكانز قال ايه من خلال المؤتمر الصحفي. كمان معانا سياده السفير شريف اسماعيل، سفير مصر في تنزانيا، اللي حضر مران النهارده والتقى بطبعا السيد محمد الضماطي رئيس بعثه النادي الاهلي، وطبعا عضو مجلس الاداره، واللي كان الحقيقه السفير كالعاده سفرائنا في الخارج دايما بيطمن على الترتيبات الخاصه بالفريق، الاوتيل، الراحه، وسائل الانتقال بشكل او باخر. والحقيقه كل سفرائنا الحقيقه في الخارج بيبذلوا مجهود كبير جدا لخدمه النادي الاهلي وخدمه اي فريق مصر الحقيقه بيلعب خارج الارض. زي ما بقول لحضراتكم النهارده يعني لقاء مع السفير شريف اسماعيل، يمكن كان عدسه النادي الاهلي موجوده. تعالوا نشوف مع حضراتكم سياده السفير طبعا شريف اسماعيل سفيرنا في تنزانيا قال ايه. في هذه اللحظات يسعدنا يكون معنا سفير مصر في دوله تنزانيا السفير شريف اسماعيل. معلش سفير، يعني برحب بحضرتك في البدايه، مجهود اكثر من رائع منذ يعني وصولنا لدار السلام، حضرتك كل طاقم السفاره موجودين في الاستقبال ولحد انهاء الاجراءات ولتسكين اللاعبين كمان في الاوضه. مساء الخير يا فندم، والحمد لله على السلامة أولا، ومساء الخير على كل المشاهدين الكرام، ونطمن كل المشاهدين ومتابعين قناة الأهلي، الحمد لله بوصول الفرقة، وإن شاء الله بيتم التسكين الآن، وإن شاء الله كل الأمور على ما يرام، وبإذن الله يعني موفقين في التجربة والتواجد في تنزانيا. يعني يمكن فريق النادي الاهلي كان تقريبا من 40 يوم بالظبط كان هنا في تنزانيا لمواجهه سيمبا بقى، يعني القطب الثاني هنا في دار السلام. يمكن كان ساعتها بطوله الدوري الافريقي والاتحاد الافريقي كان هو المنظم اكتر للامور مع الاتحاد الدولي، ولكن المره دي انا شايف ان السفاره بسم الله ما شاء الله يعني بتنسق مع النادي الاهلي، عاملين اداء اكثر من رائع. يمكن حتى الفندق هنا اول ما وصلنا عرفنا ان ده احسن فندق في دار السلام او تنزانيا كلها كمان. صحيح يا فندم، هو فعلا الاهلي دي ثاني مره في خلال 40 يوم بيزور دار السلام وتنزانيا، واحنا سعداء بوجودهم معانا. واي فرقه مصريه الحقيقه طبعا الاهلي وكل الفرق اللي هي بتشارك في الدوريات الافريقيه احنا بنسعد بوجودهم، وبنقدم كل ما هو ممكن من تسهيلات علشان نيسر ان شاء الله تواجدهم، وان احنا نيسر الاقامه والماتشات ونحشد الجماهير، وان شاء الله موفقين دايما في النتيجه. يعني احنا عرفنا كده ان في عدد كبير من المصريين موجودين، طبعا قوه مصر الكبيره في افريقيا وريادتها، ويعني مشروعات قوميه كتير جدا بيقوم بها الجانب المصري هنا في تنزانيا. يعني الوجود المصري بقى ومجهوداتكم والعدد يعني ان شاء الله متوقع لحضور المباراه باذن الله. والله حضرتك عارف احنا عندنا هنا تقريبا في حوالي 1200 مواطن مصري، الاكثريه منهم موجودين في المشروع العظيم بتاع السد جوليوس نيريري، المشروع الاكبر التنموي على المستوى التنزاني بالكامل وفي تاريخ تنزانيا، واللي احنا بنفخر في مصر ان احنا بنكون شركاء معاهم في التنفيذ.
فان شاء الله هنحاول من اكبر عدد ممكن من الجاليه المتواجده هنا ان هي تكون موجوده ان شاء الله وبتأزر الفرقه ان شاء الله في الماتش يوم السبت. وجود النادي الاهلي في تنزانيا والقوه الناعمه للنادي الاهلي وقوته في افريقيا، شايف ده ازاي حضرتك خاصه يعني مردوده على الشعب التنزاني وكمان المصريين الموجودين؟ لا للامانه طبعا النادي الاهلي قيمه رفيعه جدا وعاليه جدا في افريقيا بالكامل وفي تنزانيا تحديدا، وبنلمسه من التنزانيين. يعني حضرتك شفت حتى في المطار الناس عارفه اللعيبه والناس عارفه الفرقه والناس عارفه التاريخ، وطبعا كل عارف ان هو النادي الاهلي هو البطل وهو دايما بيسعى للبطوله، فدايما بتدي دي يعني طعم اضافي للمنافسه، فان شاء الله دايما موفقين ان شاء الله. الاعداد بقى يوم المباراه نفسه يعني محضرين ايه؟ الجمهور والجاليه المصريه هنا محضر لهم ايه؟ ولا في جمهور كمان جاي من مصر لتنزانيا؟ والله زي ما حضرتك عارف ان هو يعني الفرقه المصريه لما بتحل علينا في الدول اللي احنا بنمثل مصر فيها بتبقى دايما كده يعني الترحاب والالفه والدعم الجماهيري موجود من الجاليه المتواجده، وزائد يعني الجماهير اللي ممكن يعني تزور من مصر. فاحنا طبعا كسفاره بنقدم كل هو متاح، احنا بنحشدهم بنتحرك سوا بنوفر اعلام لو في متاح او كده، وبنامنهم طبعا مع الجانب التنزاني علشان يعني دي برضو جزء مهم من الاحداث اللي هو بتاعه المباريات. يعني معالي السفير بنشكر حضرتك على حسن الضيافه والاستقبال والمجهود الرائع اللي عمله حضرتك وكل طاقم السفاره هنا في تنزانيا في استقبال النادي الاهلي، ويعني نتمنى لحضرتك دوام التوفيق ويا رب دايما مصر في المقدمه. انا اللي اشكر حضرتك ويعني تحياتي للجمهور العظيم، وان شاء الله موفقين في الماتش ونحتفل سويا باذن الله يوم السبت ونتيجه ايجابيه باذن الله. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام ده كان لقائنا مع معالي السفير شريف اسماعيل سفير مصر في تنزانيا، يمكن خلاص دي اولى يعني ساعات وصول النادي الاهلي لدار السلام هنا في تنزانيا، ان شاء الله تكون رحله موفقه، الجميع عمل اللي عليه تسهيلات في كل الامور، احسن فندق موجود في تنزانيا، بعثه النادي الاهلي موجوده فيه بالفعل، يعني الجهاز الاداري طبعا بقياده كابتن خالد بيبو بالتنسيق مع السفاره مجهود اكثر من رائع، استاذ محمد الضماط عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه يمكن بيستقبل كل اللاعبين بيشرف بنفسه على كل التجهيزات، مجهود اكثر من رائع ان شاء الله يكلل بالنجاح وان شاء الله يبقى النادي الاهلي في المقدمه ويبقى دايما رقم واحد. طبعا على المستوى الاداريات الحقيقه يعني كل الاجواء مهيئه للاعبين ان شاء الله نقدم مباراه قويه جدا بكره، وزي ما بقول لحضراتكم هي مباراه صعبه، مباراه مع فريق كبير فريق يانج افريكان، زي ما بقول لحضراتكم في طفره في الاداء على مستوى الثلاث سنين اللي فاتوا، السنه اللي فاتت كان وصيف نسخه الكونفدراليه، عنده لعيبه كتير جدا هنستعرضها مع حضراتكم خلال البرنامج على المستوى الدولي سواء على مستوى ساحل العاج على مستوى بوركينا فاسو، ولعيبه كثيره جدا في منتخب تنزانيا. الحقيقه المدير الفني مارسل كولر قال ايه في المؤتمر الصحفي قبل هذه المباراه المهمه، تعالوا نشوف مع حضراتكم. Der Ergebnis hat gezeigt, hat. Ich habe drei Spiele angeschaut und so, ja, wir brauchen auch die ganze Konzentration, die ganze Hingabe, die ganze Intensität, ob man hier auch von uns Ergebnis mitnimmt. احنا مستعدين مباراة، وان كان الواحد طبعا بيعرف مدى الاستعداد ده بعد المباراة، لكن احنا ان شاء الله مستعدين للمباراة، هنعمل كل ما في وسعنا، عارفين ان احنا هنلعب فريق قوي جدا، فريق محقق نتائج ممتازة في الفترة الأخيرة، ومحتاج مننا كل التركيز وكل الشدة وكل القوة عشان نقدر نحن نحقق نتيجة إيجابية بكرة إن شاء الله. Wir schauen nicht auf das letzte Jahr, sondern das, was aktuell ist. Joe sagt, dass ich drei Stücke geschaut habe und dementsprechend ist das, was aktuell ist, das ist entscheidend und nicht das, was im letzten Jahr ist. Also im letzten Jahr ist das das ist vorbei und wir schauen einige Männer vor mir und sie will uns dann zurückholen. هو بيسأل على فكرة ان هم كسبين الكونفدرالية السنة اللي فاتت، وهل ده هيخليه هيأثر على تحضير الكوتش او انه هيبص على الفريق في السنة اللي فاتت؟ فهو الكوتش قال انا ما ببصش على حاجة حصلت في الماضي، انا المهم بالنسبة لي الحالة الحالية للفريق، انا اتفرجت على ثلاث ماتشات ليهم واخر ثلاث ماتشات فبحلل الوقت الحالي هم فين، احنا دايما بنبص لقدام وبنشوف النهارده الوضع ايه لكن ما بنبصش على حاجه حصلت في التاريخ. يعني تاكت ويدا نوي كوت كارل ميدا نوي بيجينن اند انت تي ليست ناتورلي باي باي ستاندين سبيلن تو جوينن اوس داس داس نيشت ايمر كلام ان كار ان تو نيشت ايمر باسيت داس ايس مير او ايمر بيبوس ابا بيان
Und ich stelle die Mannschaft so ein, dass wir versuchen, alle Spiele zu gewinnen, dass wir alles dafür tun, um das möglich zu machen. Und es gibt dann den Gegner, der dann natürlich auch was dagegen hat und der sich auch mit einstellend auf uns. Und dementsprechend liegt es natürlich schon auch an uns, dass wir mehr tun, dass wir mehr versuchen, dass wir mehr unternehmen und schlussendlich den Sieg voraussetzen. احنا عارفين ان احنا كل يوم جديد هو بداية جديدة. النادي الاهلي دايما هدفه الاول انه يكسب كل مباراة بيلعبها، واحنا عارفين ده، حتى لو ده مش ممكن ما يحصلش، لان ما فيش حاجة في الكورة ان الواحد يكسب كل الماتشات طول الوقت، فده جزء من كرة القدم، لكن لازم وطبيعة النادي الاهلي ان انت لازم تحاول تكسب كل مباراة. احنا بنحاول نعمل ده، بنحاول ان احنا نحضر فريق كويس، بنحاول نحط احسن تشكيل، بنحاول ان احنا نعد الفريق باحسن طريقة، اللعيبة بتحاول تبذل كل اللي عندها في كل مباراة عشان احنا في النادي لازم نكسب كل ماتش. لكن احنا كمان بيبقى قدامنا منافسين، المنافسين دول برضو بيحاولوا يعملوا احسن ما عندهم، بيتفرجوا علينا، بيحاولوا ان هم يبذلوا بالذات قدامنا اقصى جهد ممكن قدام البطل، لكن احنا ده بيخلينا بدي علينا مسؤولية ان احنا لازم ندي اكتر، لازم نحارب اكتر، لازم نقاتل اكتر، لازم نجري اكتر عشان خاطر ان احنا نقدر نكسب كل مباراة ان شاء الله. الحقيقة بموضوعية شديدة وبتركيز شديد جدا بيظهر مارسيل كولر قبل مباراة بكرة، وبيقول ان احنا عارفين ان هذا الفريق فريق قوي، وهو بيتكلم ان احنا ما بنتكلمش على التاريخ ولكن بنتكلم على يمكن الحاضر، وهو بيقول ان هو اتفرج على 3 مباريات لفريق يانج افريكانز وعارف انه فريق قوي جدا. بالنسبة طبعا لعملية مطالبة جماهير النادي الاهلي دايما بالفوز، هو عارف دوت كويس قوي وبيشتغل عليه وبيسعى ليه بشكل كبير جدا، ان في كل مباراه لازم تكسب المباراه. وبيقول يمكن في كره القدم ده مش وارد قوي، لكن هو عارف دي مطالب النادي الاهلي وبيشتغل عليها، بيحاول كل مباراه يقدم افضل ما عنده، وان شاء الله بيقول ان مباراه بكره مباراه مهمه جدا جدا جدا. طيب عشان نعرف اكتر عن بعثتنا والاجواء هناك بعد الوصول بسلامه الله الى تنزانيا، معانا مراسلنا محمد توفيق، عايزين نتعرف منه على كل اخبار النادي الاهلي الحقيقه في تنزانيا، ايه اللي حصل في المران، استعدادات النادي الاهلي. محمد مساء الخير عليك، بنرحب بيك معانا وكل جماهير النادي الاهلي دلوقتي بتتابعنا وعايزه تعرف اخبار فرقتنا ايه، وصولهم بالسلامه، الاستعدادات، كل اخر التفاصيل قبل مباراه المهمه جدا بكره امام يانج افريكانز. مساء الخير كابتن هاني، تحياتي لحضرتك وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، يعني بطمن حضرتك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي الحمد لله البعثه في احسن حال هنا في تنزانيا وبالتحديد في دار السلام. طبعا يعني مجلس اداره النادي الاهلي ممثل في استاذ محمد ضماطي رئيس البعثه موفرين كل سبل الراحه للفريق هنا داخل فندق الاقامه. كابتن خالد بيبو مدير الكره ودوره الهام جدا في تنسيق كل ما يتعلق بالمباراه من ملعب التدريب لفندق الاقامه، يعني مجهود اكثر من رائع النادي الاهلي طبعا بذله ممثل في اجهزته الاداريه بالتعاون مع بعض محبين النادي الاهلي. يعني في المطروحه كابتن هاني تلاقي محبين للنادي الاهلي بيساعدوه في كل مكان في اختيار الفندق، في يعني اختيار كمان وسائل النقل والمواصلات، فالحمد لله النادي الاهلي احباء في كل مكان، ويمكن ده ظاهر بشكل كبير جدا هنا في تنزانيا. يمكن الفريق وصل فيه تمام الثامنه والنصف بتوقيت القاهره ليله امس، طبعا كان في استقبالنا السفير شريف اسماعيل سفير مصر في جمهوريه تنزانيا هنا، كان طاقم السفاره بالكامل كان موجود معانا خطوه بخطوه. زي ما قلت لحضرتك اداره النادي الاهلي لجهاز الكره بالنادي الاهلي موفرين كل سبل الراحه من وسائل الانتقال لكمان فندق اقامه هنا على اروع ما يكون. الفريق يمكن على طول يا كابتن هاني من امبارح تناول وجبه العشاء والجميع خلد للراحه بشكل مباشر على طول، النهارده اليوم على طول بقى ابتدى بسرعه، يمكن الفطار كان في تمام 9 صباحا، بعدها اتحركنا لملعب بنيامين مكابه اللي يحتضن مباراه الغد باذن الله رب العالمين. كان المؤتمر الصحفي سمع حضرتك طبعا في المقدمه بتتكلم عن تصريحات مستر مارسيل كولر خلال المؤتمر الصحفي، عقبوا على طول تمرين الفريق الوحيد هنا في تنزانيا. يمكن الفريق التمرين استمر لمده ساعه واحده بس من الساعه 12 ظهرا الى 1 ظهرا. يمكن التدريب طبعا كان قوي جدا على طول، كان في بعض الفقرات البدنيه ومن بعدها على طول تدريبات الكره، واختتم مستر مارسيل كولر التدريب بتقسيمه ما بين اللاعبين، ابتسمت طبعا بالنديه والحماس والجميع يعني حريص على انه يحجز يعني مكان اساسي في التشكيله الاساسيه في مباراه الغد باذن الله رب العالمين.
يمكن الكلام كتير يا كابتن هاني على محمد عبد المنعم، فحابب اطمنك واطمن جمهور النادي الاهلي. يمكن محمد عبد المنعم طبقا لتصريحات الدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي لفريق النادي الاهلي تعرض لكدمه خفيفه بس في الانكل كده، وموقفه ان شاء الله من المشاركه في المباراه من عدمه هيتحدد باذن الله صباح الغد ان شاء الله قبل يعني اعلان قائمه المباراه. فحبيت اطمنك واطمن كل جمهور النادي الاهلي على حاله لاعبنا محمد عبد المنعم. الحقيقه محمد كان طبعا خبر يمكن اصابه محمد عبد المنعم ازعج بعض الجماهير او كل جماهيرنا، فانت دلوقتي بتطمنا ان الحاله الصحيه او الاصابه مش اصابه قويه، وبكره ان شاء الله يعني بكره الصبح هيتحدد مدى جاهزيته للمباراه، وده شيء جيد. لكن هل يعني هو دلوقتي لو مش جاهز؟ الحقيقه يعني احنا عارفين عندنا ثقه في كل اللعيبه ما فيش شك طبعا، لكن اكيد محمد عبد المنعم بيكون عنده قوه وعنده يعني امكانيات ممكن يعني ان شاء الله باذن الله لو في المستوى العادي يكون اضافه للنادي الاهلي. لكن انت بتطمنا ان لسه يعني الاصابه خفيفه وبكره الصبح هيتم يعني الكشف عليه وامكانيه لعبه باذن الله هتتحدد بكره الصبح ان شاء الله. باذن الله يا كابتن هاني باكد على كلام حضرتك مره اخرى. يمكن كان عايز اقول لك ان اصابه عبد المنعم كانت في اخر دقيقه في المران، يعني بعدها على طول انتهى المران مباشره، كان خلاص كل فقرات المران انتهت. طبعا كل اللاعبين الموجودين ياسر ابراهيم رامي ربيعه قادرين بشكل كبير جدا ان هم يعني بكره يكونوا موجودين في التشكيل الاساسي. كل اللاعبين بطمنك عليهم، كل القائمه الموجوده حالتهم اكثر من رائعه. يمكن كمان اللاعبين اللي كانوا غايبين عن مباراه سموحه بطمنك عليهم ظهروا النهارده بشكل اكثر من رائع في التدريب، سواء في التدريب كمان اللي كان صباح الامس في ملعب مختار التتش الجزيرة او تمرين اليوم، سواء بيرسي تاو او طاهر محمد طاهر. كمان عمرو السوليه اللي كان غايب منذ فتره طويله موجود في التدريبات، شارك بشكل كامل في التدريب، الحمد لله ظهر بشكل اكثر من رائع. كل اللاعبين ان شاء الله جاهزين، اي 11 لاعب هيختاره مستر مارسيل كولر ان شاء الله يكونوا قادرين على تنفيذ تعليماته واسعاد كل جماهير النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. يعني يمكن خلاص رجعنا على طول للفندق كابتن هاني، كان على طول اداء صلاه الجمعه هنا في فندق الاقامه، من بعدها على طول اللاعبين تناول وجبه الغداء. يمكن كان في محاضره بقى لمستر مارسيل كولر مع اللاعبين اتكلم فيها عن كل ما يخص مباراه الغد باذن الله رب العالمين، نقاط قوه وضعف فريق يانج افريكان زي ما حضرتك قلت يمكن وذكرت في تصريحات المؤتمر الصحفي انه اتفرج على ثلاث مباريات للفريق وبيحكم على مستواه بشكل كبير جدا، وكل ما يخص فريق يانج افريكانز بقى امام لاعبي النادي الاهلي. من بعدها على طول الفريق تناول وجبه العشاء منذ لحظات قليله، ومن بعدها على طول هيخرج اللاعبين جميعا للراحه. بكره ان شاء الله يعني يوم المباراه باذن الله هيبدا برده مبكرا، الفطار ان شاء الله هيكون في تمام العاشره صباحا، بعد كده في فتره تدريب خفيفه بتبقى داخل فندق الاقامه هنا في تمام الساعه 10 ظهرا، بعدها على طول هيبقى الغداء في تمام الثالثه، والمحاضره الاخيره ان شاء الله هتبقى في تمام الرابعه والنصف عصرا، ومن بعدها باذن الله رب العالمين نتحرك في اتجاه على طول ملعب بنيامين مكابه اللي بيبعد فقط 15 دقيقه عن فندق الاقامه هنا. كابتن هاني دعواتك ودعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بالتوفيق للفريق، وباذن الله يقدم مباراه كبيره ويكون الفوز حليفنا باذن الله رب العالمين، وثلاث نقاط غاليه جدا زي ما حضرتك كنت بتتكلم خاصه بعد نتائج اليوم وفوز فريق ميديام الغاني على فريق شباب بوليزداد الجزائري. طيب محمد قبل ما يعني بقى انهي معاك، واضح جدا ان الملعب ملعب كويس، يعني ملعب ارضيته كويسه بساعة طبعا ساعه عدديه كبيره جدا. عايز اعرف منك انطباعك او انطباع اللعيبه عن الملعب، وكمان عدد الجماهير من الوارد بكره يكونوا موجودين في الاستاد، وهل في عدد من بعثه او من المقيمين المصريين المقيمين هناك هيكون موجود يشجع النادي الاهلي؟ يعني تقريبا كده الاجواء على مستوى خارج ال 18 او خارج الملعب على مستوى الحضور الجماهيري هيكون ازاي بكره؟ يعني في البدايه كابتن هاني بطمنك ارضيه الملعب اكثر من رائعه، يمكن ده الملعب الاكبر في تنزانيا والاشهر، يمكن فريق النادي الاهلي كمان لعب اكثر من مباراه على هذا الملعب، كان دايما بيجي اللاعب هنا فريق سيمبا التنزاني، يعني زي ما بنقول القطب الثاني كده بجوار يانج افريكانز هنا في مدينه دار السلام. يمكن كمان من حسن الحظ ان فريق النادي الاهلي منذ 40 يوم فقط لعب على نفس الملعب مباراه سيمبا التنزاني في الدور الاول من بطوله الدوري الافريقي اللي انتهى بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق. كان كمان مستر مارسيل كولر واللاعبين النهارده كانوا حريصين ان هم برده يطمنوا على ارضيه الملعب، كل يعني كل اجزاء الملعب تم التدريب عليها وتمرينها، حتى يمكن الجهاز الفني اصر ان التدريب يكون على الملعب وعدم تغيير الملعب خاصه كابتن هاني ما كانش متاح ان
احنا نتمرن في نفس توقيت المباراه، لان نفس الملعب احتضن منذ قليل يعني مباراه الهلال السوداني والترجي التونسي في دوري المجموعات ومباريات المجموعه الثالثه، واللي انتهت طبعا بفوز الهلال السوداني بثلاث اهداف مقابل هدف واحد لفريق الترجي. فمن ناحيه الملعب بطمنك يعني بشكل كبير جدا، ارضيه الملعب اكثر من رائعه. الجمهور التنزاني طبعا سواء يا سيمبا او يانج افريكان فهم قطبي مدينه دار السلام، يمكن متوقع حضور جماهيري كبير يعني يصل الى 50,000 متفرج. على الجانب الاخر بقى والسفاره المصريه ودورها الكبير جدا، اتكلمنا مع معالي السفير شريف اسماعيل قال لي طبعا في يعني تسهيلات كبيره جدا للجاليه المصريه اللي هنا، يعني اعتقد ما لا يقل عن 1500 مصري ان شاء الله يكونوا موجودين في مدرجات النادي الاهلي غدا، خاصه ان في بعض الشركات الوطنيه اللي بتعمل مشروعات قوميه كبيره جدا هنا في دوله تنزانيا، ان شاء الله يكونوا حاضرين المباراه وباذن الله يكونوا مؤذنين لفريق النادي الاهلي. واهم من ده كله ان شاء الله توفيق ربنا يكون معانا كابتن هاني ولاعبكم موفقه في الملعب ان شاء الله، وباذن الله احتفل بكره عقب المباراه وثلاث نقاط غاليه جدا باذن الله رب العالمين. ان شاء الله كل التوفيق لبعثتنا، ان شاء الله الفوز يكون نصيب النادي الاهلي بكره. محمد توفيق مراسلنا من تنزانيا بنشكرك شكرا جزيلا. طبعا كل يعني كله مستعد وكل جاهز ان شاء الله لمباراه الغد. عندنا خبر كمان، خبر جميل جدا عندنا مع حضراتكم دلوقتي، هنشوف تقرير عن نقل مقر الاتحاد الافريقي الى العاصمه الاداريه، نشوفه مع حضراتكم منه، نطلع فاصل علشان نستقبل ضيوفنا النهارده اللي مشرفتنا الكابتن الكبير شريف عبد المنعم والكابتن الكبير عمرو الحديدي بعد فاصل. الحقيقه يمكن من 2017 كان اتفاقيه الكاف لم توقع، الحقيقه بذلنا كحكومه مصريه جهد كبير جدا ووقعناها، بدانا فيها 2019 حوكمنا الموضوع طبعا مجلس الوزراء وبتوجيه فخامه الرئيس قدرنا ننهي اتفاقيه الكاف، لكن بطلب الاتحاد الافريقي ان هو يعني حتى لو هو نقل من الجزيره الى 6 اكتوبر لكن المقر عايز مكان اكبر، وفي عروض كانت عنده يعني من حته تانية. لا هي الكاف تاريخه في القاهره الحقيقه بتوجيه فخامه الرئيس، خاصه تم تخصيص يعني ارض 20 فدان في العاصمه الاداريه، وده حاجه كبيره جدا، وكان هناك المباحثات والتفاوضات التي انهيت بكل خير الحقيقه. شركه العاصمه الاداريه وزاره الشباب والرياضه الكاف وانهينا ووقعنا النهارده. احنا قوتنا الناعمه الرياضه زي الثقافه كده مهم جدا، وفي قلب قوتنا الناعمه الاهلي والزمالك في افريقيا كلها، والكوره هي مزاج المصريين، فاحنا لازم نكون يعني فير بروفيشنال في شغلنا واحنا بروفيشنال في شغلنا. I'm just going to make a few brief remarks and on behalf of the 54 countries whose Football federations are part of CAF. بالنيابة عن الدول الخمس والأربعين أعضاء الاتحاد الإفريقي، أود أن أشكر الرئيس السيسي ووزير الشباب والرياضة والشعب المصري على هذه الشراكة الجديدة، والتي من أبرز نتائجها المقر الجديد للكاف في العاصمة الإدارية الجديدة. CAF has got a proud history with this great nation that has got a proud football history. للكاف تاريخ كبير ومشرف مع هذه الدولة العظيمة ذات التاريخ الكروي المشرف. اليوم هو استمرار وتأكيد للعلاقة الوطيدة بين الكاف ومصر. لقد دشنا اليوم النصب التذكاري لرابطة الأندية الإفريقية والتي تضم 80 من أعظم الأندية الإفريقية، والتي من أهم أهدافها جعل أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز وأندية أخرى كبيرة مصرية وإفريقية تعلو وتتطور أكثر وأكثر وتنال دعم هذه المؤسسة الجديدة. لدينا ثقة كبيرة في الأندية الإفريقية أن تصبح من أكبر الأندية في العالم، ولنا مثال في مصر ولاعبيها مثل محمد صلاح، والذي يجعلنا جميعا فخورين أنه لاعب إفريقي. مصر من أهم الدول التي تجعلنا واثقين أننا نستطيع أن ننافس على المستوى العالمي، وأندية مصرية مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز وغيرهم يستطيعون المنافسة على المستوى العالمي، ونتمنى أن نرى أحدهم يحرز بطولة كأس العالم للأندية.
اهلا بحضراتكم مره تانية. بنواصل يمكن ليله مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي على مستوى دوري الابطال الافريقي، مباراه يانج افريكانز. بنرحب بضيوفنا ونجومنا النهارده في المحتفل الكابتن الكبير شريف عبد المنعم. كابتن شريف مساء الفل، وحشني. اخبارك ايه يا محترف؟ حبيبي يا كابتن وحشني والله. وانت كمان، اخبار حضرتك؟ نور الدنيا حبيبي. وطبعا نجمنا والكابتن الكبير عمرو الحديدي. عمور مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن هاني، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله يا كابتن. كابتن شريف عندنا ماتش مهم جدا بكره ان شاء الله. قبل ما نخش في تفاصيل الماتش ونعرف فريق يانج افريكانز، فريق طبعا قوي وكل حاجه، لكن يمكن مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي قال لك انا ما بيبصش للتاريخ بشكل كبير، ولكن هو متابع الفريق ده من خلال ثلاث مباريات، بيقول انه فريق قوي. عايز اخد من حضرتك ذكرياتك مع البطولات الافريقيه الكبيره وعلى مستوى النادي الاهلي، حضرتك خد مباريات كبيره جدا جدا مع فرق افريقيه. تفتكر بعض المباريات اللي كانت مع يانج افريكان يمكن في الثمانينات، وهل المستويات الفنيه فرقت؟ هل نفس الاداء اختلف، التكتيك اختلف، المباريات اختلفت عن زمان؟ اكيد طبعا. شكل الكوره كلها اختلفت. صحيح. احنا زمان كنا بنلعب 4-3-3 دايما، وعندنا سرعات ناحيه اليمين وناحيه الشمال، وعندنا سترايكرز جامد جدا، ولكن كانت ظروفنا مع يانج افريكانز في المباراه اللي هو لعب قدامنا، اعتقد ان كان ليها الشرف وكان لينا الحظ ان احنا نعدي عليهم في دور ال 16 في سنه 1982. وكان اول لقاء كان عندنا في مصر، في القاهره هنا في استاد مصر، والمباراه الثانيه عندهم. احنا لعبنا المباراه دي، خلص الشوط الاولاني وكان الاستاد كله متقفل طبعا، متقفل، والمباراه اعتقد ما كانتش مذاعه، يعني كان في حاجه كده خلت المباراه ما كانتش مذاعه، فكان الاستاد كامل كله من اول تخش تحس ان خلاص فول اب. مش 82,000 بقى، لا كان بتتكلم في 80 90,000. بتتكلم في 90,000 مشاهد. فطول عمرهم لعيبه عندها كوره، يعني بتلعب معاك، بتقفل صح، عندهم النزعه الهجوميه، بيحاولوا يوصلوا لك باي شكل ناحيه اثبات الوجود في ناحيه 18 بتاعك. ولكن احنا نزلنا تاني تايم طبعا بعد الدش اللي خدناه. الشوط الاولاني خلص كام؟ 0-0. نزلت انا اتوفقت، قطعت لجوه كده ورقصت الباك ليفت وعملت نفس عامل رد، ورحت عاملها تشيب كده في المقص، رحت رايحه. التوفيق من عند ربنا كبير جدا، بس كان جول حلو قوي، كان نفسي الماتش ده يبقى متذاع ويفضل نشوف الجول. نشوف الجول. تاني كوره قطعت برده، اتلعبت لي من وينج ليفت، اعتقد ما اعرفش كان عامر ولا كان مين اللي لعب لي الكوره، او مجدي عبد الغني لعبها لي، وانا قطعت الاثنين السوبرات ورايح، وراحوا شايليني ضربه جزاء، تيت ضربه جزاء. دخل بعد كده جمال عبد الحميد، كان حسام البدري بقى بدايه ولاده حسام البدري، كان بيلعب باك رايت. فبعد الجونين دول انا حسيت ان انا متراقب باثنين ثلاثه، كنت بلعب وينج رايت ما كنتش بلعب وينج ليفت، انه ابتدوا يعملوا عليا المراقبه. فجبت حسام بدري وكلمته كده، قلت له بقول لك يا حسام، انا كل كوره زي البينالتي كده هخش جوه الاقيك انت بقيت انت الوينج رايت مش انا، وما تخافش من الناحيه الثانيه دي لو اتقطعت انا اقدر ارد بسرعه بقى انا الباك رايت، بس عايزك وهي هنروح حاطينها لك على طول، او لو انا دخلت جوه هعملها لك من غير ما هبص يا حسام، لازم الاقيك انت الوينج رايت بتاعي. انا عايز اقول لك بالحذافير، وحسام نفذ اتنين، واحدة جمال عبد الحميد، وكان عندنا لاعب بيلعب في نص الملعب اسمه مجدي امام، كنا جايبينه من سكة الحديد حاجة زي كده، جاب جول وراح بتاع المصري، فاكر انت بتاع المصري؟ كنا جايبينه من مصر، وراح جمال عبد الحميد جايب الجول الخامس برضو من العرضية برضو بنفس الشكل، واتولد نجم اسمه حسام البدر في ناحية اليمين، وبقى باك رايت منتخب مصر. ذكريات جميلة. وبس خلينا نتكلم اعتقد على المستوى، يمكن المباريات الافريقية تغيرت التكتيك طبعا، خد شكل تاني. احنا ما كنا بنلعب في افريقيا، وانا فاكر كان المباراه طف جدا وقويه جدا، يمكن دلوقتي الفرقه الافريقيه بتلعب كوره محترمه، يعني سان داونز بيلعب كوره محترمه، فريق يانج افريكان من كمان من الفرق عمرو اللي بتلعب كوره كويسه، يعني بعيدا عن العنف ولكن بيلعبوا كوره بشكل جيد، تكتيكيا بشكل جيد، عندهم لعيبه مميزه بشكل جيد. رايك ايه في المباراه بكره؟ بص يا كابتن، عدد اللعيبه اللي موجوده عندهم ودرجه الاحتراف، ده عندهم لعيبه معظمهم في منتخب غانا، عندهم لعيبه كتير قوي، يعني مايلي اللي موجود في فرقه بيراميدز موجود اهو في مصر، راجل محترف، يعني راجل الفرقه بتتشاف،
عندهم أشوشو اللي هو كان نجم مصر المقاصة هنا 65 مباراة دولية. عندهم أهم حاجة كابتن، أنا يهمني المحاضرة اللي عملها الكابتن محمود هتفرق كتير قوي مع اللعيبة. اللعيبة كلها بقت جوه أوضة اللبس، في اختلاف وجهات نظر، أنا بقولها من وجهة نظري، غرور كورر مسلسل نزيف النقاط. أنت بقى فيك احتكاك، بقى في أنت بتبقى تنزل الملعب تتكلم، اللعيبة بتاعتك كانت هي اللي تاخد منك الثبات الانفعالي بتنزل تأديه في الملعب، وكان تملي بيبدأ الشوط الأولاني بأسلوب والشوط الثاني بيسيطر على مجريات المباراة، وشفنا من ده كتير قوي. أنت بكرة هتلعب فرقة عارفة، حط في اعتبارك إن في فرق كتير قوي بتذاكرك زي ما أنت بتذاكرها. ده طبيعي، ده أكيد يعني. أنت كنت بتذاكر وأنت متأكد إن هو هياخد منك اللي أنت عايز توصله له، وأنت هتأدي بأسلوب ثاني خالص. يعني أنت بتشتغل، إحنا شفنا كولر نفذ طريقه 4-1-4-1، دي جديده بالنسبه للكره المصريه. ليه؟ عشان عندك ديانج، وكان عندك حمدي، وكان عندك مروان بيدوا لك دي. طيب دلوقتي انت تقدر تسيطر على مجرات المباراه ومكسبك زي بره زي جوه. شفنا الكلام ده مع الوداد، شفنا الكلام ده مع الرجاء، انت عندك ده. ارجع تاني لم اللعيبه، اشتغل على الاداء ان هو يبقى عارف انك انت وحش افريقيا وجاي تكسب بره زي جوه. الثلاثة بونت اللي بره هم المهمين اكتر من اللي جوه، اكيد ده مهم قوي بالنسبه لك. لعيبتك اداه، انت بتشتغل تكتيك معين باسلوب بفكر كمحاضره، وهم اللعيبه بتنفذ. بس درجه الانسجام ما بين الاثنين لازم بتبقى بايجابيه، ان الراجل يحس انك انت جاي تكسب المباراه. يعني يا كابتن احنا خرجنا من مباراه سان داونز، كنت انا مع حضرتك، انت مش قادر تروح، مش قادر، انت عايز تلعب زون ديفنس، لسه في دماغك المباراه اللي انت خسرتها، عشان انت كنت لسه ما تعرفتش على اداء فرقه سان داونز، ولسه ما تعرفتش على اداء افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي. بعد كده عرفت مفاتيح اللعبة، عرفت تشتغل عليها ازاي. لازم شراستك وادائك والجماعيه اللي انت كنت مميز فيها، واللعب اللي بيشتغل جبهات مع النادي الاهلي، اللي كابتن شريف لسه بيقول اهو، شوف من كام سنه انا هروح يا كابتن حسام، اطلع انت مالكش دعوه، ما تنتظرش ان انا ابص لك، اطلع وانا هعرف اغطي عليك. بص اداله طمانينه ثلاث حاجات، زيد وما تقلقش، مولد باك رايت جديد كابتن حسام بدري، وانا هعرف اغطي عليك. الحاجات دي تبقى جوه كواليس الملعب يا كابتن هاني. ده الشغل الملعب وشغل اللعيبه جوه الملعب، بعيدا طبعا في التزام واضح بخطه اللعب والخطوط العريضه، لكن دايما جوه الملعب مستجدات ومتغيرات كثيره جدا، اللعيبه لازم هي اللي يكون ليها القرار. عايز اخد دوت، هل تاثير التعادل الاخير مع سموحه وخسارتنا نقطتين في سباق الدوري او في الدوري المحلي، هل ده ممكن ياثر شويه معنويا على النادي الاهلي، او احنا متعودين العكس، متعودين النادي الاهلي بعد التعادل او في شويه ذبذب في المستوى لازم يكون الرد، والرد قوي في الملعب. شايف ده ازاي يا كابتن بالنسبه على المحور المحلي، وازاي نفصل بشكل كبير جدا عن الملف الافريقي؟ انا هاخد من كلامك وهاخد من كلام عمرو. بالنسبه لنا احنا كسكواد لعيبه النادي الاهلي، احنا بنتخض لما بنتعادل. لو تعادلنا مع ريال مدريد بنتخض، لو تعادلنا مع الجونه او مع سموحه بنتخض. احنا مش بتوع تعادل اصلا يعني. مستر كولر لما بيعمل اي، كنا انا وانت بنتكلم جوه بالظبط، اي تغييرات في السكواد او اي تغييرات في التدوير في اللعيبه، من المفروض ان كل اللعيبه دي ستاندنج، دول مستوى اول كلهم ادام بيلعبوا في التيشيرت الاحمر والنادي الاهلي، دول لعيبه يعتبروا صفوه افريقيا كلها، يعتبروا احسن لعيبه مختاره. وان كان لو هنقيم او هنتكلم على اماكن اللعب او التدوير او الفكر بتاع اللعب، هتلاقي ديانج ده حكايه لوحده، مروان عطيه ده بيلعب في المنتخب، قفشه ده من احسن الناس اللي بتلعب كوره في مصر، عنده حاجات كتير قوي يعني، عنده شوتينج وعنده زياده عدديه وعنده باس قاتل وعنده الشحات وامام عاشور، المفروض دول حكايه تانية لازم نتكلم ولازم ناخد معاهم. انا عندي معد بدني وعضلي وعندي معد نفسي، هو ده الشكل اللي المفروض المرحله دي احنا بنتكلم فيه. انت اتصدمت بخساره البطوله السوبر، ناس كتير حملت الاجازات وحملت عدم الاعداد الجيد وحاجات كده، هي الكوره فيها كده وكده. احنا يمكن انا واحد من الناس كنت قاسي جدا على بعض الحاجات في المباراه اللي فاتت وانا بحلل المباراه، لاني رافض مباراه سموحه، رافض ان انا ابقى مستحوذ وقافل على فرقه
ال 45 دقيقه نقول التانيين يعني سيبك من الاولانيين، وعندنا جميع الامتيازات وجميع الضربات الثابته وجميع الفرص اللي احنا لازم نستغلها نهدف فيها، هو جول والجول بيجيب التاني بيجيب التالت. التركيز في ان احنا نخش في عمليه، يعني انا مش عارف اخش بختك بختي مش كويس، انا في شكل ذهني يا هاني انت فاهمه كويس قوي، احنا لما بنتعطل كنا بنعطب كتير كلنا، مش عارف اخش اعدي من الراجل ده من جوه ولا هتلاقيني اروح لغايه عنده واصطدم بيه، فبتبقى في حاجات عندنا اليوم بتاعي انا قاعد بره مش عارف الراجل ده عايزني اساسي ولا احتياطي، ولما يتاخر هو يقول لي انزل انت انقذني، لازم يبقى في واحد قاعد بره بيعد اللاعب ده لحاجه زي كده هاني، يعني زي عبد القادر مثلا، عبد القادر ده لازم انا من اللعيبه اقول له انت لعيب كويس قوي عندي ولازم تحمله مسؤوليه المكسب زي ما حسن حمدي كان بيعمل. انا معاك كابتن، بس احنا وصلنا الحقيقه مع كولر لمستوى ان عندك زي ما قال يمكن عمرو في حلقات قبل كده يمكن 34 لعيب لعبوا الموسم اللي فات وكلهم لعبوا على مستوى السكواد، خلاص حته ان انت لعيب انا هحتاجك 10 دقايق او مبدا ما بين قوسين لعيب احتياطي ولعيب اساسي مش موجود في النادي الاهلي وده لا، واعتقادي خلاص اللعيبه عرفت ده وفهمت ده، عمليه ان انت بقى تخش في تركيزك ويبقى انت نازل مركز كويس قوي ده كمان شغل لعيب. انا مش هسيبك مش هسيبك لنفسك كمان ماشي تمام، بس انت بتشتغل معايا يا عمور كابتن شريف، انت بتشتغل معايا وعندي بتشتغل معايا وعندي يعني ما انساكش، اللي انا قصدي عليه بس ان انا ما انساش لعيبه معينه زي ما انا بحاول اجيب الباك رايت يا عمرو. ايوه ما بعدوش ما بعدوش ما هزوش حد، هي حته الهزه انا ما هزش اللاعب. بص يا كابتن ما انت لو لعيب ما عندوش الكاركتر وعارف كويس قوي امكانياته وعارف دوره في النادي الاهلي يبقى عنده يبقى هو عنده مشكله في الكاركتر بتاعه ان هو لاعب مهزوز، مفيش حاجه تهز اللعيب يعني. طب اللاعب اللي بيصاب ماشي الاصابه دي بيرجع تاني ماشي الاصابه دي لازم اعمل له بروجرام بهيئه ازاي هيئه انه يستعيد بدنيا عضليا ذهنيا. انا عايز اقول لك كابتن شريف حاجه مهمه جدا في نفس الوقت بحمله كل شيء يعني شوف الظروف، الكابتن هاني اللي اتحط في الموقف ده 98 بوركينا فاسو، الكابتن جوهري الكابتن اتكلم مع الكابتن هاني قبل ماتش بوركينا فاسو قال لي الكابتن هاني تلعب في نص الملعب ديفندر، كابتن هاني ما لعبش ديفندر، مكسب منتخب مصر في المباراه دي اما الكابتن هاني لعب في نص الملعب والشيشيني كان في الوقت ده اللي هو اللي ليبرو مع مدحت، كابتن جوهري هيئ الكابتن هاني اللي حضرتك بتقول عليه هيئه هتلعب ده الكابتن هاني كان عيشه الحكايه عيد الماتش ده تاني ما فيهوش غلطه معاك. يومها انا معاك انا في كل دوت، هو عايز يقول لك انا كهاني انا شايف ان دي يمكن الاهم نفسي. يعني انا ممكن حد يقعد معايا ويأهلني وكابتن جوهري لو انا مش جوايا عندي الاصرار وعندي التركيز وان انا هنزل لاكسر الدنيا ان شاء الله انزل 10 دقايق ربع ساعه شخصيه دي هتضيع كل حاجه، فمش هتعرف بقى تلوم يعني هتلوم مين. انا في وجهه نظري ان اللعيب هو القادر على تصحيح الاوضاع بشكل او باخر، انت كمدير فني او معد نفسي او معد بدني بتديله كل الامكانيات المتاحه بالنسبه لك، لكن لو هو عندوش هذا الاستعداد او عندوش هذه القابليه ان انا بسمع للكابتن جوهري وباخد من كلامه وبقوم نفسي حتى لو داون شويه او حتى مش في ناس مدربين يعني بشتغل بجزء في ناس مدرب بيتكلم مع لعيب واللعيب ممكن مش مقتنع بكلامه لا مبالاه مش انت معايا يعني طبعا مر علينا كده ان ممكن جدا مدير فني يقعد معاك ويقول لك والله انت فانت تطلع من القعده ديت مش مقتنع، لكن انت عندك الحوافز والدوافع الثانيه كلاعب كوره بقى ان انا هنزل اي وقت من وقت المباراه هطلع كل اللي عندي، ربنا وفقني اوكي ما وفقنيش يبقى انت عملت اللي عليك عملت اللي عليا. فخلينا الجزء المهم جدا في مباراه بكره ان كمان فريق يانج افريكانز اتغلب المباراه الاولى 3-0 وخلي بالك بزاد. النتيجه دي لا تعبر نهائيا عن لقاء او سير المباراه لان طبعا لو اتفرجتوا على الماتش دوت هو تقريبا 3 كاونتر اتاك، يعني فريق يانج افريكانز بيضغطوا بشكل كبير جدا وشباب بلوزداد كان بتعمل كاونتر اتاك على اعلى مستوى استغل الثلاث فرص بالظبط استغل الثلاث فرص هم بيلعبوا بره احسن من جوه ما طب يعني بيلعبوا بره احسن من جوه خد بالك ليه افريكانز ايه الملاعب تعالوا عندهم تحرر خدت بالك و مفيش ضغوط عليهم من جماهيرهم ولا اي حاجه فبيلعبوا الكوره بتاعتهم مش قلقانين مش خايفين ده حقيقي ده حقيقي والمدرب اللي انت بتتكلم عنه بتاعنا اللي هو المدرب بتاعهم بقى في الوقت ده مأهلهم لده
ما هو التأهيل هي دي بقى اللي انت قلت عليها. خلينا نمسك فيها معاك. طب تعالوا انا وانت والساده المشاهدين كمان نعرف امكانيات فريق يانج افريكانز على المستوى الجماعي على المستوى الفردي، اهم اللاعبين ايه. وزي كابتن عمرو الحديد ما قال عندهم لعيبه على مستوى الدولي، لعيبه كتيره جدا بتلعب في غانا وبتلعب منتخب غانا وبتلعب على مستوى دولي بوركينا فاسو وساحل العاج. عشان كده النهارده دايما وبيشرفنا يعني لغه الارقام والاحصائيات محمد الباز نجمنها. تعالوا وفي لعيبه بتطلع من عندهم على سبارتا براغ طبعا طبعا في لعيبه كمان بتخرج يعني راس حربه ميالي دوت بتاع بيراميدز موجود معاهم من يمكن الانتقالات المهمه جدا لفريق بيراميدز. تعالوا انا وطبعا نجومنا الكبار نتعرف على اهم ملامح يانج افريكانز من خلال نجمنا الكبير محمد الباز. محمد مساء الفل عليك. مرحب بيك، منورنا دايما في المحترف. مباراه بكره مباراه صعبه على المستوى الفني، بنلاعب فريق اعتقد من الفرق المميزه جدا في افريقيا، لعيبه كتيره جدا عندهم امكانيات كبيره جدا. عايزين نعرف الساده المشاهدين ما هي فرقه يانج افريكانز. طيب هو فريق يانج افريكانز فريق طبعا فريق تقيل، خلينا نعترف ان هو فريق على المستوى الفني حتى بالارقام. ممكن نربط طبعا مشواره في الكونفدراليه الاخيره، احنا عارفين هو وصيف الكونفدراليه عمل بطوله قويه جدا يا كابتن هاني، يعني بنتكلم في 14 مباراه لعبهم في الكونفدراليه وصل فيهم للفاينل طبعا امام اتحاد العاصمه. في ال 14 مباراه احرز 18 هدف، استقبل 7 اهداف، كان في 13 اسيست تقريبا. الشوتس بير جيم او التسديدات على المرمى بتصل بس اون تارجت في المباراه الوحيده ل10 تسديدات. عندهم غزاره تهديفيه وهجوميه قويه جدا، وده اللي شفناه في الكونفدراليه. الاستابيليتي او الاستمراريه عندهم متواصله. خش بقى على الدوري يعني التنزاني، يمكن مصر كله قال لك ما ببصش للسنه اللي فاتت، انا عندي او يعني الحاجه القريبه خلال 4-5 مباريات اللي فاتوا. وهو قال من خلال رؤيته ان هو فريق محترم، فريق قوي عنده لعيبه مميزه كتير يعني. صحيح، عشان كده بنتكلم الاستابيليتي هنا الاستمراريه في بطوله الكونفدراليه. خش بقى على الدوري التنزاني الحالي بقى، بنتكلم على الموسم الحالي وقوتهم لما يلعبوا 9 مباريات فقط، عندهم هزيمه وعندهم وحيده وعندهم 8 فوز، وبنتكلم في كم 26 هدف يا كابتن هاني. لا دي بقى طبعا نسبة تهديفية كبيرة جداً. يعني معدل 3 أهداف في المباراة الوحيد. هنقول إن الدوري التنزاني مش قوي على الرغم إنه في سيمبا وفاز على سيمبا 5-1 في المباراة اللي قبل الأخيرة، ولكن إحنا بنتكلم على أرقام بتورينا الفريق دوت على المستوى الأفريقي والمستوى المحلي كشق هجومي بالأخص. لا فريق قوي عنده غزارة تهديفية عالية جداً، عندهم لعيبة بتملك إمكانيات عالية وكواليتي عالية. ستايل اللعب هنتكلم عليه بيشبه حتى سان داونز في بعض الأحيان، عندهم ضغط شرس جداً. يعني نتكلم على الارقام، ما دام عرضنا الارقام 9 مباريات ترتيب، هو رقم بيتصدر طبعا ترتيب الدوري التنزاني، 24 نقطه فوز في 8 هزيمه وحيده وتعادل 0، يعني ما عندهمش ولا تعادل. 26 هدف في 9 مباريات، 3 اهداف بالمباراه، استقبل 5 اهداف. انا عايز اقول لحضرتك ان هو استقبل برضه 7 اهداف في الكونفدراليه في ال 14 مباراه، يعني بنتكلم على فريق يعني في متوازن يعني بعمليه الاتزان. هجوميا عنده شكل كبير، حتى على المستوى الدفاعي مش ضعيف، ولكن مش ضعيف هو يعني اقوى خط دفاع في الدوري التنزاني حتى الان، ومن اقوى خطوط الدفاع في على المستوى الافريقي حتى، واقوى خط هجوم بالارقام. صحيح. يعني 26 هدف. نكمل حتى نبص على الفريق في المشوار الافريقي حتى هذا العام، هذا الموسم برضه بيقدم بشكل كويس جدا. عنده لعب 5 مباريات فاز في 4، هو الهزيمه الوحيده اللي احنا شفناها امام شباب بلوزداد وهنتكلم عليها واسبابها، ونتكلم من الناحيه الرقميه والفنيه كانت ماشيه ازاي. يعني احرز 10 اهداف حتى الان، يعني بنتكلم برضو من الناحيه الهجوميه كبيره، كل مباراه هدفين على مستوى الافريقي. مظبوط، فمستوى الافريقي والمستوى المحلي ربطا بالكونفدراليه ارقاما او رقميا، لا فريق متميز جدا من الناحيه الهجوميه حتى من الناحيه الدفاعيه. استقبل 4 اهداف في المباريات او ال5 مباريات، هو هنا بس هنا علامه الاستفهام على استقبال الاهداف في البطوله الافريقيه هذا الموسم. فريق يبدو ان هو يعني مباراه شباب بلوزداد والهزيمه 3-0 يعني قد تبدو ان هو فريق ضعيف، لا احنا بنتكلم على العكس من ذلك. لما اتفرجنا على المباراة استقباله حتى للأهداف في المباراة كانت في البلاس 45 مثلا، في البلاس 90 بسبب كونتر اتاك زي ما حضرتك قلت، عدم تماسك الخط الخلفي والارتداد بتاعهم كان ضعيف. هنعرض الحالات ونتكلم يعني فيها حتى من وانت بتتكلم ان هو
هو حتى على مستوى بيلعب خارج ارضه انه على كونتر اتاك ان هو كان بيضغط شباب بلوزداد يعني بيحاول يحقق على الاقل نتيجه تعادل او نتيجه ايجابيه وبالتالي عنده شراسه في الاداء الهجومي يعني ده ملاحظ جدا في فريق يانج افريكانز حتى الموسم الماضي على مستوى الكونفدراليه يعني الخط الامامي خط مميز جدا يعني بالتاكيد وخلينا بقى نربط بالاحصائيات المباراه شباب بلوزداد يعني لو بصينا بقى نمسك المباراه الاخيره يعني لو نستعرض شباب يعني احصائيه مباراه شباب بلوزداد احنا عرفنا ان هم خسروا 3-0 شباب بلوزداد طبعا كان 3-0 يعني بنتكلم الاهداف المتوقعه الاكس جي كان شباب بلوزداد يعني قد يصل يعني بنتكلم هو وصل اساسا لثلاث اهداف يانج افريكانز من ناحية الهجوميه في المباراه ديت ما شفناهوش اللي هو هدد المرمى شباب بلوزداد بشكل كبير جدا ولكن كان في تماسك كان عنده استحواذ عالي جدا يعني نرجع تاني هنا بقى 3-0 الاهداف المتوقعه الاكس جي طبعا شباب بلوزداد كان اوفر اتشيفد كان متوقع ان هو يحرز هدف او هدفين يانج افريكانز كان ممكن ان هو يصل لهدف نسبه الاستحواذ كانت شباب بلوزداد 57-43% ليانج افريكانز التمريرات هنا كانت 399 تمريره يانج افريكانز منهم 322 صحيحه يعني دقه 81% وده بيثبت ان هم فعلا لعيبه بتمسك الكوره يعني بتلعب خلاص كرة. الكوره الطويله والكوره الثانيه دي مش موجوده لكن هم فريق بيعمل بيلد اب بيحاول يستحوذ بشكل كبير التمريرات صحيحه عنده بنسبه كبيره منها لكن الواضح كمان بيلعبوا بره ارضهم وعندك 7 ركنيات لصالحهم مقابل 4 لشباب بلوزداد عندك 5 تسلل كمان نسبه التسلل دي بتوضح قد ايه ان هم عندهم وصلوا للثلث الاخير كمان محاولات على المرمى تقريبا نفس محاولات شباب بلوزداد 10 ما بينهم 4 ما بين القائم والعارضه فكل ده يترجم لك ان هم فريق عنده شكل هجومي كويس مظبوط يعني حتى احنا لو هنستعرض خريطه حراريه في المباراه ديت بتورينا حتى الشكل الاختراقات عندهم كان عامل ازاي هو دايما بيلعب اختراقات من العمق ولكن المباراه دي كان عندهم حاجه مميزه جدا بالارقام بتورينا من ناحيه الشمال كان عندهم هنا بقى كابتن هاني اتكلم حتى على 5 ممرات الممر الخارجي للناحيه الشمال 15 هجمه كانت من ناحيه الشمال طبعا بتدعيم من الممر طبعا الهاف سبيس اللي هو الممر الايمن او الايسر الداخلي ده 8 هجمات هم بيعملوا الربط دايما من ناحيه من نص الملعب حتى اختراقات في العمق او من ناحيه الشمال يعني بيضم بتتكلم على الجبهه اليسرى لفريق يانج افريكانز الجبهه هي الاقوى تقريبا توتال 23 هجمه صحيح من المباراه من شباب بلوزداد كانت من الجهه اليسرى مظبوط دايما الربط من نص الملعب بيخش من ناحيه الشمال او بيخش طبعا من الاختراقات من العمق بتلاقي دايما كثافه هجوميه في الحته دي لو اعرضنا حتى الحالات وشفنا الاهداف اللي هم استقبلوها كانت شكلها عامل ازاي عشان نشوف بقى نقاط الضعف عندهم هنا ايه بص يا كابتن هاني هنا بص الضغط ده كان في البلاس 45 طبعا هم استقبلوا هدف في الدقيقه 9 والدقيقه 10 تقريبا كانت برضو يعني عدم تنسيق كده ما بين اللعيبه كان في يعني عدم تركيز جم فيهم هدف مبكر ولكن صحيح. هنا بقى نقف هنا شوف هنا الضغط عليهم مشكلتهم هنا لو عدينا عدد اللاعبين في الخط الهجومي يعني اتكلم 8. 1 2 3 تقريبا 8 في واحد هنا 8 1 2 3 4 5 6 7 8 كلهم في الثلث الاخير عند شباب بلوزداد وده في بلاس هم كانوا بيحاولوا طبعا ده كان الشوط الاولاني كانوا بيحاولوا يتعادلوا وبالتالي يعني عندهم بالزبط. كثافه عدديه كبيره جدا بالظبط بيهاجموا هجومية. بكثافه عدديه كبيره جدا 8 لاعبين واحيانا 9 لاعبين الضغط عليهم قطع الكره خلاص الارتداد بقى هنا بقى خلاص الملعب مكشوف من عندهم مساحات كبيره جدا في خط الدفاع لو نكمل هتورينا بقى المساحات خلاص بقينا 2 على 2 ولا راح شباب بلوزداد بالكره نكمل خلاص بقى في مواجهه المرمى وعمل العرضيه واحرز الهدف الثاني يعني ده الهدف الثاني لفريق شباب بلوزداد عمليه الضغط الكبير الضغط يمكن مبالغ فيه شويه بثمان لعيبه من لعيبه يانج افريكانز كاونتر اتاك 2 على 2 مظبوط بقى الهدف الثاني لفريق شباب بلوزداد بالظبط وده الصوره اللي بتوضح كده ان لو كملنا خلاص بقى راحت عمل العرضيه وايه ده الهدف الثاني بالنسبه لهم لو هنبص على الهدف الثالث كان برضو في البلس 90 يعني فضلوا ان هم متماسكين بشكل كبير جدا اهو بص يا كابتن هاني البلس 90 هنا نفس انا عايز اقول هنا بقى ما كانتش كاونتر اتاك كان في بيلد اب بشكل صحيح جدا من شباب بلوزداد يعني حتى اللاعب هنا الرايت باك بيرجع لحارس المرمى بيبداوا ان هم يسحبوهم عايز اقول ان يانج افريكانز مشكلتهم ان هم بيعملوا الضغط الشرس مكثف ضغط عالي بشكل مكثف بثلاث واربع لاعبين وبيسحبوا في نص الملعب اتنين كمان معاهم فبيفضي مساحات في الخط الخلفي طيب احنا بنتكلم على نقطه مهمه ان هم بيعملوا ضغط عالي ولكن لو انت خرجت من هذا الضغط وطلعت بيه ما عندهمش الترانزاكشن الحاله
الانتقاليه من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه، وبالتالي ممكن تسبب خطوره عليهم. مظبوط، وده اللي احنا بنتكلم عليه، خاصه زي ما حضرتك قلت بالظبط، ازاي اطلع باقل عدد تمريرات من الخلف كبيلد اب سريع، هتكشف الملعب، هتكشف خط الدفاع عندهم، وده اللي شفناه شباب بلوزداد عملوه في الهدف الثالث. يعني لو نرجع على طول، بص يا كابتن هاني، دي وصلت الباك الشمال، اتلعبت يعني على طول خلال ثلاث اربع تمريرات وصلوا على طبعا 18 على ال 18 واحرز الهدف، احرزوا الهدف الثالث على طول. الخط الدفاع عندهم اهو، ده المساحات اللي بنتكلم عليها. هنبص ورا هتلاقي يا كابتن هاني ثلاث لعيبه فقط هم اللي بيغطوا، طبعا مفيش الكثافه العدديه دايما كانت مع الهجمه او مع حتى مع الضغط العالي اللي بيعملوه، هنا ما كانش في توازن بشكل يعني صحيح، فبالتالي استقبلوا الهدف. دي نقطة تكتيكية مهمة جدا، انك الفرقة بتعمل ضغط ولكن عملية تحول من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية بطيء جدا، فانت لازم يكون عندك السرعة في نقل الكورة من تلت ملعبك للنص الملعب للتلت الأخير، ويبقى عندك هنا ان شاء الله فرصة للتسجيل. مظبوط، يعني نبص بقى الحالة اللي بعدها، تعالى نتكلم بقى من الناحية الهجومية عندهم بيعملوها ازاي. هنا احنا بنتكلم ان احنا خلاص اتفقنا ان الفريق يانج افريكانز بيعمل الضغط العالي بشكل شرس باثنين وثلاث لاعبين. يعني نكمل هنا بقى كابتن، ده من الدوري المحلي؟ ده الدوري المحلي. أوكي. شوف كام لاعب بيضغط على الفريق، طبعا الخصم ولا احنا هم لابسين طبعا الاصفر. في فريق يانج افريكانز لابس التيشيرت الاصفر. 3-1 دلوقتي. طيب ده نتيجه مهمه، ده النتيجه يعني فيها يعني نوع من هم كسبوا يانج افريكانز 3 واتغلبوا 3-1 من ميديان، ودي مفاجات الحقيقه، مفاجات البطوله ان فريق شباب بلوزداد يتغلب 3-1 من ميديان، ده واضح جدا ان المجموعه، وعلى فكره ده جيد للنادي الاهلي، ان شاء الله احنا العلامه الكامله باذن الله في هذه المجموعه باذن الله. طيب. كنا بنتكلم على الضغط الشرس اللي بيعمله فريق يانج افريكانز. بنبص نكمل في ثلاث لعيبه، او دايما باربع لاعبين بيعملوا الضغط العالي. نكمل يعني، او نرجع بس نجيب الحاله من اولها من هنا كابتن هاني، في ثلاث لعيبه، شوف 1 2 3 بيضغطوا على حامل الكوره هنا اللي هو لوحده، بحاول ان هو يرجع اللي يفتح، طبعا في ناس هنا، في ثلاث لاعبين فاتحين له زوايا تمرير، ولكن هم بيعملوا الضغط الشرس قوي جدا، ممكن يقطعوا الكوره هنا بقى. سلاح ذو حدين عندهم، لو اتقطعت الكوره بيروح بيعملوا تمرير من العمق، اختراق من العمق بشكل صحيح، وممكن يترجم هدف او بشكل خطوره على مرمى الخصم. لو هما ما عرفوش ان هما يقطعوا الكوره بيبقى الارتداد عليهم زي ما حضرتك قلت بالظبط، في يبقى سريع جدا فبيكشف خط الدفاع، يعني في عمليه ريسك، عمليه فيها مخاطره شويه في عمليه الضغط العالي بالظبط. يعني نكمل ضغط، ضغط عالي شرس، قطعوا الكوره في اقل من 5 سكند، طبعا تحولت على خط. نكمل الصور والحالات، هتلاقي خلاص اصبحوا في مواجهه المرمى واحرزوا هدف، ده في الدوري التنزاني. نكمل نمشي الحاله برضه، خلينا اسرع يعني شويه عشان نعرف اكتر، اسرع يعني شويه عشان نشوف نخش خلاص. بص يا كابتن خلاص، يعني احنا عرفنا النقطه دي خلاص، عمليه الضغط العالي العشوائي لو قدروا يستحوذوا ممكن يحرزوا هدف، لو قدروا او الفريق الثاني قدر يتخلص من هذا الضغط بيكون شيء سلبي ليانج افريكانز. مظبوط، يعني عندنا برضو بعض الفيديوهات السريعه لو نستعرض منها بيترجم نفس الكلام، يعني هو الفريق ده مميز في الحاله الهجوميه، بيعمل الضغط العالي، ضغط شرس. مين اهم يعني انت شايف اهم اللاعبين؟ يعني انت اللعيبه البارزه على المستوى الهجومي عندهم، بعض اللعيبه اكيد لعيبه دوليه على مستوى عالي، مين ابرز اللاعبين موجوده في يانج افريكانز؟ ده لو نعرض الخريطه التشكيله بتاعتهم اللي حتى الاخيره من التشكيله هنعرف نجاوب السؤال دوت ونعرف هو تكتيكيا بيمشوها ازاي. في لعيب اسمه مونتبالا، ده الليفت باك بتاعهم اهو، رقم 13 يا كابتن، رقم 13 رقم 13 افضل اللعيبه الموجوده، افضل اللعيب، لا هو مش هو بس، يعني هو من اللعيبه اللي دايما بتبدا البيلد اب من الخلف او من ناحيه الشمال. مونتبالا دوت بيعملها كونكشن ما بينه وما بين رقم 8 خالد اوتشو نص الملعب. ده اللعيب اللي كان بيلعب في المقصه تقريبا. مظبوط، خالد اوتشو ده دايما اكتر ممرر، يعني حتى بالارقام والاحصائيات يقول لك هو اكتر واحد بيعمل التمريرات، لان هو دايما بيربط مع مونتبالا دوت اللي هو الليفت باك، وبيبداوا ان هما ينقلوا الكره بثلاث اربع تاتشز وبينقلوها بشكل سريع جدا. اللاعب رقم 10 برضه نقف عليه اللي هو اسمه عزيز كي. عزيز كي ده نص الملعب، ده رقم 8 مركز 8 كابتن هاني، جاب خمس اهداف حتى الان، تسديداته على المرمى فاعليه عاليه جدا، سدد 18 تسديده منهم 10 اون تارجت، يعني بنسبه 56%. ده رقم كويس جدا عزيز طبعا. كي دوت بالظبط. رقم 7 برضه، نتكلم على رقم 7 ده ماكسي نيزينجي، الراجل ده جاب 5 اهداف ايضا، يعني نتكلم على عزيز كي 5 اهداف هذا الموسم، وماكسي نيزينجي دوت اللي هو ناحيه الشمال رقم 7 ده احرز 5 اهداف برضه من تسديداته على المرمى فيها فاعليه، 15 تسديده منهم 10 اون تارجت. الاثنين دول من ابرز اللاعبين، بنتكلم على رقم 5
25 طبعا المهاجم المعروف اللي هو موسوندو كيندي ده كان هو حتى الان هو هداف الفريق في البطوله الافريقيه بثلاث اهداف، وكان ثاني هداف البطوله في الكونفدراليه العام الماضي بعد طبعا فيستون مويلا اللي راح لبيراميدز. ده من اهم اللاعبين. اللاعب اللي تسوزوز وده رقم 26 ده لسه وافد جديد انضم للفريق، عامل شغل كبير جدا ومن اكثر اللعيبه ده نجا الجناح اليمين اكثر لعيبه حتى بيخش مهاجم ثاني وبيخترق حتى في العمق، عشان دايما بنلاقي الكثافه زي ما عرضنا في الخريطه الحاليه من ناحيه الشمال، لان هو ده بيزيد وبيضم معاهم. دول ابرز النجوم اللي بيعملوا شغل فعلا، بيلعبوا كره على الارض. ما شفتش اللونج بولز بشكل كبير جدا، حتى الارقام ما بتقولش ان هم بيلعبوا لونج بول، دايما بيلعبوا الكره على الارض، تمريرات شورت باسز كتيره جدا، بيقدروا يوصلوا بالثلاث لاعبين دول متبالاه. بعض الناس كانت بتشبه يمكن ادائهم شويه بسان داونز من ناحيه التغيير في الاداء التكتيكي والشكل الفني للفريق يانج افريكانز، حتى على مستوى الموسم اللي فات بعد طبعا يعني كان وصيف الكونفدراليه، قال لك في تطور، عمليه البيلد اب عندهم مميزه جدا، ان هم يعني ما بيستعجلوش بشكل كبير، والكرات الطويله قليله جدا، وبيحاولوا يلعبوا كوره. وزي انت ما قلت يمكن الجبهه الشمال بالنسبه لهم هي اقوى جبهه على المستوى الهجومي، وطبعا دي ناحيه محمد هاني، كلنا ثقه طبعا في محمد هاني وفي الفرقه كلها، لكن واضح جدا ان الجبهه اليسرى عندها جبهه مميزه جدا. مظبوط، يعني 26 هدف لاحظوهم في الدوري التنزاني تقريبا، اتفرجت عليهم كلهم يعني معظمهم بغض النظر عن الكوره اللي هي من ضربات الجزاء او الضربات الثابته، بيلعبوا الضربات الثابته على فكره المتحركه او الضربات العرضيات مميزين جدا، وشفنا اهداف كثيره ليهم. معظم الاهداف تقريبا تعدل 85% من اهدافهم هذا الموسم يا كابتن هاني زي ما حضرتك قلت بالظبط، الشورت باسس، البيلد اب السريع جدا، لمسه 2 3 عن طريق اللعيبه اللي احنا قلنا عليهم، بيوصلوا بيعملوا اختراقات من العمق، بيتحركوا البعض بشكل كبير جدا، بيشبه الستايل لعب في الاتاكينج بتاع سان داونز بشكل كبير جدا. مشكلتهم او الفرق ما بين سان داونز هو طبعا ما بيقفلوش المساحات بشكل كبير، وحتى في الضغط ما فيش الرقابه حتى في الخط الخلفي ان هم يقفلوا المساحات، فعشان كده سهل جدا ان انت لو قطعت منهم الكره تعمل التحول السريع إن شاء الله. ونكسب ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. محمد الباز بنشكرك، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. شكرا يا كابتن هاني، كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي بكره ان شاء الله باذن الله. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع لنجومنا الكبار الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن عمرو الحبيب. اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن قبل الفاصل مع محمد الباز كنا بنتكلم على نتيجه مدياما الغاني امام شباب بوليسداد والفوز 2-1. طبعا البعض بيشوفها نتيجه مفاجاه، والحقيقه على مستوى الفرقتين اكيد مفاجاه، ولكن ده يدل ان خلاص الفرق الافريقيه زي ما اتكلمنا في تطور في الاداء، في شكل مختلف، الاسماء الجديده الوارده على حتى الدوري في بطوله افريقيا زي مدياما بيحقق نتيجه ايجابيه ونتيجه كبيره جدا على مستوى شباب بوليسداد. والحقيقه مش هقول ده في مصلحه النادي الاهلي، لكن على مستوى الترتيب ممكن جدا ان شاء الله باذن الله مع فوز النادي الاهلي بكره يدينا يعني أولوية، وده الطبيعي وده اللي احنا نأمله ان احنا نكون ان شاء الله على رأس هذه المجموعة. كانت مفاجأة بالنسبة لك كابتن شريف مدياما يفوز على شباب بوليسداد 2-1؟ طبعا انا الاول سمعتها 3-1، بعد كده 2-1 معقول، 2-1 الكرة فيها كل حاجة، ده درس لأي فرقة يعرفوا ان صحيح. حتى هم لما لعبوا معانا هنا كان عندهم سرعات وعندهم راجل نمرة 3 في نص الملعب ده كويس، عندهم بعض اللعيبه المميزه، عندهم بعض اللعيبه، عندهم لعيبه عندها جرأه بيطلعوا كل حاجه عندهم صحيح. من سرعات، من حاله بدنيه، من محاولات، فاحد المحاولات اكيد اصابت بوليسداد، ده غير اللي انت قلت لي على فرقه كمان الفريق الهلال السوداني بيفوز على الترجي 3-1 برضه، نتيجه طبعا في مفاجاتين النهارده كبار، وعلى نفس الملعب اللي هيلعب عليه النادي الاهلي بكره صحيح. ف دي الكوره وده اللي احنا لازم نتعلمه، دي لقطات طبعا من تدريبات يانج افريكانز، يعني واضح ان هم كمان على المستوى اللعيبه مرتاحه يعني نفسيا. طبعا بيلعبوا النادي الاهلي فريق كبير، ولكن زي ما بقول لك في نوع من انواع الحيويه وفي نوع من انواع التفاؤل، عندهم لعيبه مميزه، عندهم لعيبه دوليه، وبالتالي انا شايف ان المباراه بكره ان شاء الله باذن الله لو النادي الاهلي مركز واللعيبه مركزه وفي مستواها اللي احنا عارفين مستواها الطبيعي ان شاء الله نكسب، لكن لو الامور خرجت خلينا اطرحها سؤال ليك يا كابتن عمرو، ايه اللي ممكن ان شاء الله يعني يدي اولويه للنادي الاهلي على مستوى المباراه بكره؟ وهاخد من كابتن شريف ايه لا قدر الله لو حصل بكره ممكن النتيجه ما تكونش نتيجه ايجابيه للنادي الاهلي؟ ابدا بيك يا كابتن عمرو.
بص يا كابتن هاني، اول حاجه التركيز، الروح، اداء لعيبه النادي الاهلي، الجماعيه، تدفئه الخطوط، مجموعه حاجات كتيره. هي النادي الاهلي مجرد ان هو الشراسه. قول لي الحاجه المهمه جدا، انا لو بكره ده موجود في النادي الاهلي اطمن ان شاء الله على النتيجه. اي خلينا نتكلم على المستوى الفني شويه وعلى مستوى الجماعيه. الجماعيه في الاداء، الجماعيه في الاداء، يعني مجرد ان انا بحضر من تحت، ياسل الملعب، اول ما بنزل وبجس النبض بتاعت اول 10 دقايق بشوف الملعب شكله ايه، الملعب كويس، بشتغل وبحضر كويس. اذا كان عبد المنعم لو ربنا شفاه وعافاه ان هو يبقى موجود، او رامي او ياسر، والاطراف بتاعت النادي بتشتغل، انت حاسس ان الملعب ضيق والنجيله مش مساعدك، يبقى ملعب ممتاز على فكره. خلاص ممتاز. يبقى كده خلاص، يبقى انا كده عندي اريحيه ان لعيبه النادي الاهلي عندها الملكه اللي كاب شريف قالها في اول، ان اللعيبه دي احسن لعيبه في مصر، تقدر تعلي امكانياتها بتنفيذها اللي حضرتك برضو قلته، انفذ اداء شغلي انا، اليتي انا، المدرب بيقول حاجه وانا بنفذ في الملعب بطريقه تانية خالص. تمام، اسلوبي. طيب الجزء الثاني مرتبط ب لا قدر الله، يعني انت شايف الكابتن شريف وحاربه دوت مباراه سموحه، مع الاختلاف طبعا الاجواء، اللي انت شفته مباراه سموحه ما سمحش النادي الاهلي ان هو يقدر يكسب، وخايف بكره يتكرر يعني. لا يا ريت نلعب زي الشوط الثاني بتاع سموحه، يعني يبقى انت ليك لغه الاستحواذ على فرقه زي يانج افريقيا في ملعبها، يبقى عندك الفرص كتير قوي انك انت اللي تحرز الاهداف. هو مكمل مع عمرو التركيز ومفهوم الوجود في الملعب والتحركات. يعني لازم نبقى كومباكت كلنا، يعني ما يبقاش في فراغ بين نص الملعب والدفاع ونص الملعب والفرويد، يعني كل واحد في حته مستني اللونج باس او مستني على الاطراف كره طويله. هناقش قبل ما نشوف، يمكن محمد هاني قال ايه في المؤتمر الصحفي، هناقش مع حضراتكم نقطه مهمه جدا تكتيكيا كان قالها محمد الباز، ان هم حتى خارج ارضهم كانوا بيعملوا ضغط عالي جدا على فريق شباب، شفنا باربعه او بخمس او ست لاعبين بس، بيسيبوا نص ملعبهم بالظبط. ف من المتوقع والاكيد بكره على ملعبهم مع تواجد 50,000 ان البدايات هيبقى ضغط عالي على النادي الاهلي. عندهم مشكله في الحته ديت، لو نجحوا اولا في ان هم يغلطوا اللعيبه هيبقى عندنا مشكله، لكن الجزء المهم جدا للنادي الاهلي انك لو قدرت تخرج من هذا الضغط وتنقل الكره الى حد كبير سريعا للثلث الدفاعي، بيكون عندهم مشكله لان الارتداد بالنسبه لهم بطيء جدا. نستفيد ازاي ده من العناصر اللي ممكن نتكلم عليها؟ بص، انت بتلعب فرقه بتلعب بطل افريقيا بكره، يعني ما عندهمش حاجه لو خسروا هيقول لك انا بلعب الاهلي بطل افريقيا. طيب ده فريق كبير، و احنا المقابلات بتاعتنا حتى في صفه او في، لكن هم تحت ضغط طبعا خسرته المباراه الاولى، برضو يعني. في عوامل نفسيه، يعني انا ما بلعب بلوزداد، وجرأه المدير الفني انه يعمل لي الضغط ده على فرقه هناك، ممكن اقابله هنا يعمل معايا نفس الشكل هنا في مصر كويس، انما عنده التحضير لازم هيبقى عنده الميكانيزم الاصلي اللي لعب فيه في الدوري بتاعه اللي هو كسب، اعتقد كسب 8 مباريات من 9، فهو عنده الافضليه وعنده الادوات وعنده السكواد بتاعه اللي بينفذ له اللي بيحلم بيه، اللي هو دايما يكسب، بيلعب على مكسب، ما بيلعبش على تعادل او بيلعب على حاجه. طول عمر الافارقه ما بيعرفوش يقفوا ورا، يعني طول عمرنا بنلاعب الافارقه ازاي نعمل كره ان بتوين بين الباك والسنتر باك، واحنا يبقى لنا الدخول العكسي، يا اما بنلعب عرضيه يا اما بنروح دايركت على الجول، يا اما الاثنين الديفندر دايما في اي فرقه في افريقيا. الحقيقه انا ما شفتش اي امتياز فيها، يعني دايما العمق بتاع اي فرقه افريقيه يقدر يديك المباراه في اي وقت، وتركيزه دايما ان هو شايف انه على ملعبه وجماهيره، باصص لقدام قوي مش باصص لامكانياتك انت، انما انت تملك الحرفيه ازاي تعدي من واحد، زي ما كنا بنتكلم ازاي انا لما اعدي من واحد تاني البلان بي بتاعي ان انا احضر لحد، عندك ناس بتشوط كويس قوي، عندك ناس بتعمل عرضيات كويس قوي، عندك ناس بتروح على الجول بدون مسمى، بدون وجود راس حربه، عندنا سويتشات جوه ناس عندنا الشادو سترايك، عندنا البلاي ميكر، عندنا الديفندر اللي هو بكره لازم يبقى اجريسيف. طب هاخد منك موضوع الديفندر، وزي ما بقول النقطه اللي بتكلم عليها ان شاء الله باذن الله اكيد يبقى في ضغط عالي على النادي الاهلي في اول 10 دقائق اول ربع ساعه، ازاي نطلع من الضغط ده عمرو عن طريق وخاصة هم عندهم مميزات كبيرة جدا في الباك الشمال، أو الجبهة الشمال بتاعتهم هي الجبهة الأفضل، وبالتالي هتلاقي يعني ناحية محمد هاني ممكن جدا تكون شوية لازم يقف دفاعيا بشكل كويس، لكن
الترانزاكشن التحول بتاعنا من الحاله الدفاعيه للهجوميه لازم يكون سريع. انت شايف مين الادوات اللي ممكن نشتغل عليها؟ هل نطلع على بيرسي تاو؟ هل نطلع ما نعرفش لسه التشكيل، وهاخد رايكم فيه ازاي ننقل النقله دي، ان هم بيضغطوا علينا نخرج من الضغط ولازم نروح باسرع وقت ممكن او عدد نقلات قليل على ال 18 عشان يكون عندنا فرصه للتهديف. يعني اكتر اثنين يا كابتن يقدروا ينقلونا من التحول الضغط ده للحته الهجوميه عشان يبقى عندي شراسه؟ ديانج وامام. ديانج وامام. لو احنا فكرنا في مباراه الزمالك وفي مباراه بيراميدز، ديانج يقدر بيعمل الشغل لو بيرسي تاو زي ما كابتن شريف قال، لو دخل جوه يقدر بيشتغل من الطرف، ان هو عنده الملكه بتاعت الانطلاقه العنتريه اللي فيها قوه. نفس الكلام امام بيشتغل بالمهاره، بيشتغل الفردي مع وجود اوتوماتيك لو بيرسي تاو موجود او حسين الشحات عشان يقلل الضغط على محمد هاني. ما هو هاني اما هيبقى في تكتل او في قرب الخطوط هيبقى الضغط على هاني جامد جدا. لازم انا بقابل، هو بيلعب بطريقه 4-2-4-2-4 هو يانج افريكانز بيلعب كده، انا النادي الاهلي لازم العب 2-3-4-1 اللي تحت كهربا هو ده اللي هيحل، هو ده اللغز ايا كان الاربعه الموجودين عشان الحته التامينه بتاعت نص الملعب دي. مروان هيعرف يميل على الخطوط كويس قوي، هيعرف يعمل التغطيه العكسيه جه تاني، هيعرف يعمل التغطيه العكسيه على علي معلول. بس لازم يبقى في توفيق وفي ربط ما بين ديانج امام مروان، هو ده اللي يعلي كف النادي الاهلي. يمكن احنا قلنا تملي كانت ناس بتضغط على النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، هو خط ظهر النادي الاهلي ايه؟ قبل ما تفكر في خط ظهر النادي الاهلي ان في ثغرات بسيطه نص ملعبي هو اللي مكشوف، فمخلي خط ظهري ظاهر ان هو عنده الاخطاء. لا صحيح. لو دول اجتمعوا على الاداء من البدايه، انا اللي بضغط مش انا اللي بضغط، ببين له شراستي من البدايه، اعتقد ان هو مش هيكمل معايا ال 10 دقايق وهيبتدي يتراجع ويبتدي يعيد حساباته المدير الفني بتاعه. طيب عايزين كمان نعرف محمد هاني طبعا قال ايه في المؤتمر الصحفي، نشوفه مع حضراتكم من كلام محمد هاني على فاصل ونرجع مره ثانيه مع حضراتكم مع نجومنا الكبار. طبعا كل اللعيبه وكل الناس الموجودين في السفريه هنا يعني كلهم مركزين وكلنا مستعدين وعارفين اهميه الماتش بالنسبه لنا. احنا لسه واصلين امبارح، ان شاء الله هنبدا النهارده ان احنا اول تمرينه، وهنشتغل مع الكوتش ونحضر للماتش. طبعا كل الناس عارفه اهميه الماتش بالنسبه لنا، واهميه التلات نقط دي بالنسبه لنا ان انت تكسب ماتش خارج ملعبك، فدي حاجه مهمه بالنسبه لنا يعني في المجموعه. واحنا هنحضر زيه زي اي ماتش بالنسبه لنا، تحضيرنا وتركيزنا ونشوف التاكتكس اللي الراجل بيقول لنا عليها، ونتفرج على الفرقه مره واثنين وثلاثه، واحنا كلعيبه بنقعد مع بعض وبنتكلم وبنتكلم على اهميه الماتش واهميه المحاوله اللي جايه. المجموعه اللي موجوده دلوقتي بروفيشنال كفايه يعني ان هي تقدر تتعامل مع الاجهاد ده، وده بيحصل في العالم كله. انت بيبقى في توقف دولي، العالم كله اللعيبه بتروح منتخباتها وبترجع على ماتشات، فيعني كل اللعيبه اللي موجوده دلوقتي مركزه في شغلها ومركزه في ان هي تريكفر اسرع وان هي تبقى في احسن حاله ليها عشان يوم ما المدرب يحتاجك تبقى موجود دايما يعني. فأنا شايف إن كل اللعيبة اللي موجودة دلوقتي عارفة إزاي بتشتغل وعارفة إزاي بتأهل نفسها إن هي تبقى موجودة في الماتش اللي بعديه والماتش اللي بعد الماتش اللي بعديه، وبيريح إزاي وبيشتغل على نفسه إزاي. بس زي ما قلت إحنا كلنا بنستعد وكلنا بنبقى مركزين في الماتش ومؤهلين نفسيا إن إحنا نلعب. القرار مين يلعب ومين ما يلعبش دي بتاعت المدير الفني، بس كل اللعيبه اللي موجوده بالاحتياطي بالناس اللي بره بتبقى قلبها على قلب الفرقه وكله مركز مع الفرقه ان هو يأدي. وساعات بسبب ان بيبقى فيه زي ما قلنا ان بيبقى فيه اجهاد لبعض اللعيبه، ففي لعيبه كتير بتريح ولعيبه بتلعب عشان الفرقه كلها تقدر تأدي الموسم كله. لكن في الاول في الاخر الراجل هو اللي بيبقى مسؤول زي ما هو قال ان هو يحط انسب تشكيله لانسب ماتش، ودي حاجه كل الفرقه بتحترمها وكل الفرقه بتمشي تحت المنظومه يعني. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. هعلق سريعا على اللي قاله محمد هاني قبل الفاصل. الحقيقه هو الراجل اتكلم ان هم
يعني عارفين جدا ان المباراه ديت هتكون مباراه صعبه مش سهله، وان حضروا بشكل كويس، وان ثلاث نقاط مهمه جدا جدا للنادي الاهلي في هذا المشوار في هذه المجموعه، وان زي ما قلنا دايما ان الكل لازم يكون جاهز والسكواد لازم يكون كله جاهز، والمدير الفني هو اللي بيتكلم ده مين يشترك دلوقتي مين يخرج على اللعيبه انها تكون جاهزه. وده يمكن اللي ناقشته في خلال الفاصل مع كابتن شريف، وهرجع لك فيه تاني يا كابتن. تتكلم احنا بنتكلم على، وانت قلت نقطه ممكن جدا اللعيب المصري لسه ما عندوش هذه الثقافه، انه طالما انا مش متاكد ان انا هلعب بكره ممكن جدا يخرج عن تركيزه. شايف ان ده لازم يتحل ازاي؟ يعني ايه القصه؟ ان يعني كل الناس على فكره في اوروبا بيبقى كده، سكواد كامل بيكون جاهز، يجي المدير الفني الى حد ما قبل المباراه بيوم ممكن يكون في بعض اللعيبه عارفه بالظبط انها هتلعب نتيجه انها بتقعد مع المدير الفني، لكن بيبقى المحاضره يمكن يوم المباراه الصبح، وبيبقى اللعيبه كلها جاهزه، المدير الفني بيقول التشكيله، والناس كلها يعني بتستجيب بشكل جيد. هل لسه عندنا ثقافه اللعيب المصري لسه ما وصلتش للمرحله ديت؟ هو بص هقول لك على حاجه، المدير الفني ممكن يتمتع بسكواد كبير قوي. جميل. فياخد شواهد من المباراه اللي لعبناها النهارده. مين كان كويس ومين كان ناقص شويه، مين كان والتغييرات اللي دخلت، مين من التغييرات بقى فايق ومحسسه ان هو بيبقى ممكن موجود يبتدي بيه الماتش اللي بعديه، ويبقى حاسس بيه وحاسس ان هو يقدر الراجل بتاع الاحمال يقول له الراجل ده لعب في كذا عمل كذا، عنده السي في بتاعه مع الطقم كله الفني صحيح. يرشحه. ولكن عايز اقول لك على حاجه، انت بيبقى عندك شكل وهارموني في فرقتك، انا بتمناه اللي هو المستوى الاول اللي عندك باللعيبه السوبر اللي تقدر تعمل لك التوازن الدفاعي الهجومي. يعني انا كنا بنتكلم دلوقتي في فرقه، سيبك من الديفندر لغايه لما بنعم يقول لنا اوكي علي معلول وهاني و يعني خلينا موضوع التشكيل هنشوف انا وانت يعني سيبك من دول، لكن انا بتكلم الثقافه ما انا عايز اوصل عايز اوصل. انا لما ابقى لعيب زي قفشه ومروان وديانج وبرتشتاو كهربا وحسين الشحات وامام عاشور، لما اخش الجيم ما الاقيش نفسي، او من قبل الجيم مش عارف انا هلعب ولا لا، ده ما ينفعش. طب يعني انا مختلف شويه معاك يا كابتن شريف، لان ما ينفعش ده، انت لعيب النادي الاهلي لازم يكون جاهز وجامد قوي. انا بتكلم وهو جاهز، ده دور بقى هاني. يعني انا بتكلم وانا ماشي بيرفورمانس، وانا بيرفورمانس وانا كل حاجه كويس وما عنديش اصابات ماشي. انا كراجل جاي محترف من بلد، انا بلعب اساسي هناك وانا محترف هنا كل حاجه، مش عايز حته ان توصل لي انا كلاعب انا بكره وهو بيقول الفرقه مش عارف انا في الفرقه ولا لا. هي دي بس الحته، مصدر القلق، مصدر القلق الصغيره، مصدر القلق ازاي انام، او تقولها لي قبل الماتش. قصدك كابتن شريف ان انا ادخلني في درجه التركيز يعني من البدايه، من التقسيمه، فاكر التقسيمه والقمصان الزرقاء والصفراء ياخد الازرق ده اساسي هو الاساسي. خليني، وحد كان بيزعل؟ لا حدش كان بيزعل. بالظبط، لا ما فيش حد طبعا بيزعل، دي ده قرار عشنا طول عمرنا صحيح. اساسي واحتياطي كويس. انا كنت اساسي طول عمري، لما كابتن عبد العزيز عبد الشافي كان بيجي من لندن او من اي حته كنت بقعد احتياطي عادي جدا، بتذمر ولا بقول لا ولا لا 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 لا، دي رؤيه كوتش. وكابتن عبد العزيز ده اسطوره كان في اللعب، وجنبه الخطيب وجنبه مصطفى ايه شيف ادمنم، يعني ايه التغيير اللي حصل؟ ما فيش غير ولد صغير كان بيقدر يساعد في نص الملعب. طب دي النقطه دي برضه هنقل فيها كلامك فيها يا عمرو، ده دور مين في الجهاز؟ يعني احنا دايما عندنا مؤهل بدني، في كمان مؤهل على المستوى النفسي، هل من دوره ان هو يلاحظ او يكون عنده يعني عنده رؤيه بالنسبه للعيبه؟ انا شايف ان اللعيب اكس مش مستعد بشكل جيد، او هو شايف ان هو متضايق شويه انه مش هيلعب، يبدا يتكلم معاه بشكل منفرد ويبدا يجهزه ويأهله. طالما لغايه دلوقتي الثقافه اللي بتكلم عليها انا شفت يعني الواحد عاشها بره، ان يعني كلنا تيم واحد، انا جاهز في اي وقت، جاهز في اي وقت، وبعدين ابدا ما ابداش اخر 10 دقائق اخر 5 دقائق، وبنشوف ده في البريمير ليج، يعني بنشوف نجوم كبار بينزلوا اخر 5 6 دقائق ما عندهمش مشكله يعني. بس للاسف يعني ممكن الثقافه دي لسه ما تكونش واصله بنسبه 100%. ده دور مين في الجهاز يا كابتن عمرو؟
بص يا كابتن، هو في اتنين وكان بيعملها السنه اللي فاتت، ياسين مكيري والكابتن سامي امصار، يعني تونسي الجنسيه، يعني بيتكلم اللغه بتاعتنا العربي كويس جدا. كان بينزل يقعد مع اللعيبه ويتكلم، والكابتن سامي اقرب عشان على مدار المدربين اللي كانوا موجودين اذا كان موسيماني ولا فايرر، سامي موجود، يعني المدربين اتغيرت والكابتن سامي هو اللي موجودين، وامكانيات اللعيبه هو عارفها على مدار الثلاث اربع سنين اللي فاتوا. القعده الفرديه كابتن هاني، اقعد مع الخطوط، كابتن شريف قال دلوقتي ماليش دعوه بخط الظهر، انا بتكلم في نص الملعب، اجيب جبهات واتكلم معاها، اجيب الجبهه الشمال اذا كان حسين وامام او امام وقفشه، عندي ملعب كويس وعندي لعيبه تقدر تتحكم في رتم المباراه، وعندي الشراسه الهجوميه ان انا بطل افريقيا، وده احد الاسباب اللي هو لازم يكون عامل حسابها من البدايه. ثالث رابع حاجه وهي اهم حاجه بقى، التوفيق ده بيجي منين يا كابتن هاني؟ بيجي من التزام اللعيبه، من الروح. لازم بقى يبقى في كمان قائد في الملعب، هل الكابتن، هل الشناوي بيتكلم معاهم، بينقل لمنعم ومنعم بيلقن لقفشه وقفشه بينقل لكهربا، ده مهم قوي. الشكل العام، يمكن احنا كنا بنشوف قبل حضرتك لسه بتقول 93 كابتن طارق دخل وهو موجود الان هارس وكابتن شطه، انت هتلعب وهنغير طريقه اللعب من 4-4-2 ل 3-5-2. طب ده من اللي فين؟ انت مش جاهز لده؟ بتقول انا مش قادر، لا بالعكس، انا في اي لحظه حاسس ان الراجل ده بيتكلم على 34 لعيب، علي معلول من منطلق انا جاهز. طبيعي، انا جاهز، طبيعي. مش فاضل غير ان المحاضره يتقال مين ال11 يلعبوا بالظبط. انت عايز يبقى من جواك طمانينه ان طبيعي في تسعه موجودين، والروتيشن في اتنين لعيبه، او اختلاف في وجهات النظر بيننا وبين بعض، لو احنا بنخمن واحنا في الغداء او في الفطار بنقول مين اللي هيبدا، اما احنا كلنا جاهزين وبيطلب مني مهام معينه، حتى لو انا على الدكه. يمكن احنا قلنا بدلاء النادي الاهلي عندهم اليد العليا في الحل، وده شفناه في ميديا صحيح، الغاني، قفشه اما نزل، بيرستاو اما نزل، حسين، هو ده المفروض. انا مسافر من هنا، يمكن انا كلام محمد هاني، انا مسافر من هنا على 3 بونت، انا مسافر من هنا، انا عامل حسابي في اي لحظه يقول لي انت هتلعب، انت جاهز، ما انا مسافر ليه؟ ما انا جاهز عشان في اي لحظه هو يختارني ويلعبني. غير كده ما دخلش نفسي بقى في دوامه وكلام حواليا ونقعد نتكلم مع بعض، بالعكس ده احنا بنقعد نتكلم مع بعض، بنفوق بعض وبنستدعي روح الفانيلا الحمراء للمكسب بكره ان شاء الله. طبعا ان شاء الله باذن الله، وهنناقش كمان مع ضيوفنا التشكيل كمان المتوقع ومن وجهه نظرهم، لكن خلينا نتكلم بكل امانه عن كمان، انا حابب اتكلم على الكابتن سمير عدلي. يمكن اللقطه جت للكابتن سمير عدلي من سنتين ثلاثه كده، الحقيقه كابتن سمير عدلي بيقوم بمجهود كبير جدا الحقيقه، سافر قبل البعثه بيومين وانا كنت بكلمه، قال لي انا في طريقي لتنزانيا علشان بحضر للمعسكر. الحقيقه ربنا يديله الصحه كابتن سمير عدلي، علامه من علامات المديرين الاداريين لاعلى مستوى، وتحيه هنا من البرنامج للكابتن سمير والكابتن خالد بيبو وكل الناس اللي بتساعد دي اللقطه. كابتن سمير عدلي يعني ربنا يديله الصحه، قبل البعثه بيومين راح وجهز بالاتفاق مع الكابتن خالد بيبو، وجهز كل التجهيزات الخاصه ب استقبال من ملاعب واتوبيس ياخد اللعيبه، الاستشفاء بتاع اللعيبه عامل ازاي، الاوتيل عامل ازاي، بالتعاون مع طبعا سياده السفير شريف اسماعيل، الكابتن سمير عدلي الجندي، مش هقول المجهول، الجندي المعلوم في الاداره الفنيه للنادي الاهلي. هرجع تاني مع حضراتكم، احنا سمعنا محمد هاني قال ايه في المؤتمر الصحفي، كمان نحب نعرف جاموندي المدير الفني لفريق يانج افريكانز التنزاني قال ايه قبل المباراه امام النادي الاهلي، نشوف مع حضراتكم. نستطيع القول اننا قمنا بالتحضير الجيد هذا الاسبوع، كان لدينا وقت كاف لاراحه اللاعبين ممن كانوا يلعبون مع فرقهم الوطنيه، كما قلت سابقا المباراه الاولى لم يكن لدينا فتره كافيه للاعداد لها على عكس هذه المباراه. أنا سعيد جدا باللاعبين لدي ومستعدون لهذه المباراة الكبيرة غدا، لقد عملنا بجد منذ بداية الموسم لكي نصل لهذه المرحلة من التصفيات، كان من أهدافنا أن نضع فريق يانج أفريكانز في جدول الفرق الكبيرة الإفريقية، وبالطبع فإن طموحات جماهيرنا كبيرة، وأكرر أننا سعداء ومستعدون لهذه المباراة الكبيرة غدا. على المستوى الشخصي أنا سعيد لأنني أعددت جيدا لهذه المباراة، وأنا سعيد جدا باللعب أمام أكبر فريق في القارة الإفريقية، بالطبع سنكون جادين جدا في اللعب وسنبذل قصارى جهدنا مثلما فعلنا في الجزائر.
ولكني أيضا واثق جدا ومؤمن بمجموعة اللاعبين لدي، سيكون لديهم القدرة على التعامل مع المباراة والمنافسة أمام أفضل فريق في إفريقيا واللعب أمام أكثر فريق تتويجا في إفريقيا. يجب أن نبذل مجهودا إضافيا لكي نكون على مستوى المنافسة. كل الاحتمالات متاحة، وأنا متأكد أننا في مباراة الغد سنلعب وجها لوجه مع هذا الفريق العملاق. الحقيقة تصريحات منطقية جدا لجاموندي المدير الفني الفريق يانج أفريقيا التنزاني. تعليق كابتن شريف على اللي قاله، أنه هو عارف قيمة النادي الأهلي وعارف أنه بيلاعب أفضل فريق في أفريقيا. انعكاس دوت على المباراة إيه؟ والمفروض كمان إحنا نشتغل على ده إزاي؟ هو مدرب، أنا شايفه مدرب كويس وبيحترم الخصم، ده أساسي، خاصة لو كان النادي الأهلي اللي هو بطل أفريقيا. وده أنا قلت لك في أول برنامج، هو هيلاعب بطل أفريقيا، كسب مبروك عليه، خسر هيقول لك أنا كنت بلاعب بطل أفريقيا. البطل اللي هو هيلعبه بكرة ده يقدر يرد على الكلام اللي قاله جنبه بلعبه بوجوده، هو اللي يقدر يثبت له فعلا ان هو بطل افريقيا. ازاي يثبت له ان هو بطل افريقيا؟ انه ما يفتحلوش مساحات ويسمح له بالضغط عليه بالثلاثه والشادو اللي وراهم الاربعه. لازم انا اللي اعمل كده بكره. لو رجعت نص ملعب وشفته وعملت له المساحات الضيقه والقصيره عشان ما ياخدش البراح بتاعه وكلام من ده، هبقى غلطان جامد جدا لو انا تخيلت كده. لان اللي بيوصل عندي لغايه نص ملعبي ده نجاح كبير قوي طبعا. فاي فرقه بتبقى عايزه تحضر من تحت عشان تجي لك، انما انا اديها الفرصه زي سان داونز يوم ما رحنا لعب لهم هناك، يوصلوا لغايه عندي خلاص. الراجل وصل لغايه نص الملعب وابتدى واحد يخش الباك رايت من جوه، الباك ليفت جرب عليك زياده علي. جربنا الطريقه دي، الطريقه دي ما نفعتش ومش معانا احنا وما تنفعناش. ليه ما تنفعناش؟ لان احنا مش سوبر رانر في الأطراف بهذا الشكل ده. احنا بنطلع بثلاثيات وبنطلع بهارموني ثلاثي عشان نبني الهجمه اللي نقدر ننتج منها للراجل اللي هو السنتر فيرود بتاعنا او الاسترايكر او اللي بيجي عكسي. فلازم انا الشكل اللي عمله على البلوزداد انا اللي اكون موجود في هذا الشكل. هو من الواضح ان هو انا اللي اهجم عليه وانا اللي اضغطه تقريبا برضو هعمل. هو قال لك انا سعيد حتى بادائي مع شباب بولوس طبعا، يعني هو رغم الخساره 3 الراجل بيقول لك انا لعبت كويس، يعني انا ماليش دعوه بيه، اللي انا عايزه خططيا، يعني انا ماليش دعوه بيه، انا دعوه بنفسي. انا ما ادلوش فرصه ان هو يكون لي الفكر بتاعه المسيطر والاستحواذ عليا في مباراه بكره بفكري انا، ان انا اللي لازم اضغط عليه بكره. ما ادلوش فرصه الا حاجه واحده بس، انه يزهق ويقدر يعمل الطويله. ما اعملهاش انا لان بهذا الشكل انا بهذا الشكل اللي هو لما يضغط عليا انا مش هيبقى عندي حاجه غير الطويله، يا اما اصطاد حد في نص الملعب ياخدها وبعدين ينقلها هيبقى الماتش. انا متفق معاك يا كابتن. وفي نقطه ثانيه مهمه جدا قبل الفاصل هناقشها معاك دلوقتي، الفتره اللي فاتت واتكلمنا عليها كتير جدا، قادرين نخلق فرص للتهديف لكن هذه الفرص لا تترجم الى اهداف. ازاي الحاجات من الحاجات الضروريه جدا جدا وانت بتلعب بره ارضك قدام فريق كويس انك تسبق بعمليه التسجيل، ده مهم قد ايه وازاي نحققه بكره ان شاء الله. بص يا كابتن، اهم حاجه ان انا اول جمله تتقال مرمايه ما يستقبلش اي حاجه، ماشي، خط ظهري يبقى ملتزم بنص ملعب. ايوه بس ده لا يترجم ان احنا يعني خلاص واقفين تحت، لا احنا بندافع كويس، لا بدافع كويس بس كويس. يعني انا واقف متمركز سليم تمام، اما انتقل منها يبقى عندي تركيز في الناس اللي ورا واستغلال الفرصه اللي هتجيلي. يعني جات لي كهربا 3 اجيب منهم 4، لازم كده، لازم ان هشتغل على الجبهات. لو جات له 3 هجيب 4، احنا بنقول يعني مثلا الثلاث فرص اللي جات لي احقق الثلاث فرص. تركيز. الكره العرضيه لازم استغلها، ان هم عندهم في التحضير اقل خططهم بيحضروا. هو لو استعمل الطويل يبقى وصلني ان انا استحوذ وابني هجماتي من البدايه زي ما كابتن شريف قال، وادفي عندي تدفئه الخطوط، يبقى الخطوط كلها قريبه من بعضها. يمكن ماتش سان داونز زي ما كابتن شريف قال دلوقتي وانا بلعب الطويل كانت بتترد عليا، هما بيتنقلوا كلهم عندي في نص ملعبي. لا، المفروض بقى ايه؟ عمرو بيقول لك الكره الثانيه، طبعا الكره الثانيه انت لو ما خدتهاش خلاص يبقى وان سايد جيم. طبعا خسرت انت قلت حاجه كويسه، معلش يا عمرو اتفضل كده، قلت حاجه كويسه قوي. ازاي انا استغل الشكل التهديفي بتاعي؟ الشكل التهديفي بتاعك لما كره تتقطع يبقى عندك اثنين في ظهر بتاع بياخدوا الثانيه، انما لو هم خدوا منك الكره الثانيه وعملوا عليك كاونتر اتاك اللي هو بسرعتهم بملعبهم بالشكل الهجومي اللي هو هيعمل لك مشكله، هتعمل لك مشكله وانت فعلا. وانت دايما بتدافع منين؟
من عند خط 18 بتاعك لازم تطلع يا عم. طبعا كان في الحته دي وانت كنت في الحته دي، لازم اخد فرقتي واطلع بيهم عشان اضيق الدنيا عليا، يبقى عندي فرصه في المشاركه في قطع الكوره. طيب عايزين نطلع فاصل، فسيبكوا تعملوا تطلع فاصل وترجع لعمرو تاني عشان اطلع. ارجع لعمرو تاني اكيد اخدت منه دقيقتين ثلاثه. والله ما حضروا دقيقتين، هي نص دقيقه. هتكلم على كمان حضروا كمان التشكيل من وجهه نظركم. احنا حضرنا لفريق الاهلي بكره ان شاء الله. احنا هنلعب بكره هجوم ان شاء الله باذن الله. نروح فاصل سريع ونرجع مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم مره تانية. هرجع لضيوف الكرام اخر 10 دقائق في برنامجنا. هرجع للكابتن عمرو. كابتن عمرو كنا بنتكلم على الحلول الهجوميه بالنسبه لنا، بتتكلم على استغلال الضغط العالي بيعمله فريق يانج افريكانز، وازاي نطلع بالكوره وازاي نوصل بعدد لمسات قليله جدا ونحقق، وده المهم في الموضوع انك تحقق من الفرص اللي تتاح ليك بقدر الامكان اهداف، وخاصه يعني افتتاح الاهداف ده هيكون بالنسبه لنا مهم جدا. بص يا كابتن، احنا تمام لما بيبقى في خط الظهر، بيقولوا الماتشات اللي زي دي بتبقى خط الظهر وحارس مرمى، الماتشات دي بيبقى العبء عليهم هو اكتر حاجه، ان انا بدي طمانينه للاعيبه نص ملعبي وفراودتي ان انا مامنك ما تخافش، ضيع الفرص اللي انت عايزه، بس في نفس الوقت استغل الفرصه اللي تيجي عشان انت بتريحني، انا بتوصلني ان انا ابقى اكتر تركيز وبشتغل بايجابيه وبوصل لك الموضوع بفسد هجماتهم وببني هجمات بايجابيه اللي انا شايفه. لعيبه النادي الاهلي بطبيعتها وباداء الملعب اللي احنا شايفينه ملعب جيد جدا، لو اشتغل عادي بطبيعته الجزء اللي بيقوله كولر كمحاضره، واليه اللعيبه اللي بتشتغل باحترافيه في الملعب، والقائد اللي موجود اللي بيقدر يوجه وبقدر استفاد من ده، الموضوع هيبقى اسهل مما يمكن. مش هندي للموضوع اكبر من حجمه، ان ده النادي الاهلي طبعا، ده طبيعته النادي الاهلي. النادي الاهلي احنا لعبنا في افريكا سبور، ملعب كوتوكو ده كان طياره بتلف بالايد، المروحه كانت بتدور بالايد، فاحنا ما كناش خايفين، وشفنا استاد مقفول وشفنا حاجات كتير قوي. هو في احترام، بس زي ما بنقول دلوقتي يمكن الكوره في افريقيا اتغيرت شويه في مستويات اعلى، لكن كميه الاحترام، وده من خلال المدير الفني بتاع الفريق قال لك احنا عارفين قيمه النادي الاهلي. دي بقى اللي عايزين نترجمها يا كابتن شريف، انك تنزل بهذه الشخصيه وانك الثقه، وانك كمان تدوس في الخصم، وانك يكون عندك الرساله الاولانيه المهمه جدا. أيوة. اللي لازم توصل للعيبه، لعيبه يانج افريكانز، ان احنا النادي الاهلي وان احنا جايين نكسب المباراه. كابتن هاني، ما انا برضو ككوتش انا لازم اوفر للعيبه دي التامين مناخ. المناخ والتامين طبعًا. الدفاعي وتامين النص ملعبي اكيد، واللاين فيرود لازم استغل في مباراه زي دي، مهما كان احنا التصور اللي احنا هنقوله مثلا اللي بنأمله من اللاعبين اللي هم يبتدوا المباراه. طب حتى لو ما ابتداش زي ما انا متخيل، يعني ما هو موجود معايا صحيح، اقدر استخدمه في اي وقت وليس في اخر 10 دقائق. وبعدين انا ككوتش مثلا وشايف فرقتي ماشيه كويس، مش لازم اغير. افرض انا الهارموني بتاعي ماشي تمام، واللعيبه كلها واخده على بعض، واللعيبه حافظه بعض، واللعيبه كمل، وانا ما عنديش دكه جامده تحت، طب ما تكمل. ايه الحاله لما تبقى كسبان او النتيجه في صالحك عايز تضيع وقت التغيير؟ بس ممكن جدا يعني، ما انت ممكن ما هتيجي برضو في الاخر. هو عامه الطبيعي جدا ان المدير الفني ما بيفكرش ما هو بعد المباراه او الناس هتقول ايه او دي حسابات خارج حساباته. انا بحللك، لكن انا بتكلم ليه هو بيتأخر جدا، ما لو ما غيرش انا ليه بيتأخر، حصل النتيجه لسه تعادل، لو اتكلم على مباراه سموحه يقول لك انت متستني ايه يعني ثانيه واحده، هو ايه اللي خلاه ما يغيرش، او ايه اللي مخلاه ما يفكرش؟ ما هو شغال كويس في المباراه، ما كلنا قلنا طبعا طلع الناس اللي هي شغاله كويس، قفشه وكريم فؤاد، السرعات والبلي ميكرز، والراجل اللي حتى اللي بيفاجئنا ساعات وبيروح يشوط، قفشه يعني اللي عنده حلول في اي وقت، يعني عنده لعيب كوره يعني عنده حلول في اي وقت يعني طبعًا. يطلع اي حد تاني مثلا من احنا بنلعب فرقه ما بتهاجمش علينا غير بلعيب واحد او باتنين بكتير، هو واحد ما طلع ديفندر انا واكمل الشكل اللي انا شايفه عايز اغيره، عبد القادر مثلا، او هو عنده حريه تفكير وعنده جهد. ولكن عنده كمان شيء انا بطالبه بيه، ان هو يستغل القوه بتاعته في اللعيبه اللي موجوده عنده، يحمي نص ملعب، يحمي فراودته بنص ملعبه، استغل كل الحلول اللي عندي، يحمي ديفندر بتاعه بنص ملعبه، يحمي الديفندر بتاعه بحارس مرمى زي ما عمرو قال بيتكلم على طول، وهو الخبره اللي فيه وهو كابتن، يعني عنده عوامل كتير قوي صحيح. بس وفر لي مناخ كهارموني مع بعض كده اللي انا بتخيله مثلا، اذا كان ممكن اعلن بيك، يعني اذا كنت ممكن اكلم في التشكيل اللي انا
بتمناه يعني. هنتكلم في التشكيل، لكن كنت بكلمك في الفاصل كابتن عمرو عن ابرز اللعيبه، يمكن فريق الاعداد ما حضر لنا اللعيبه اللاعبين الدوليين في فريق يانج افريكانز. الحقيقه لسته طويله من اللعيبه المميزه. شاولي على افضل اللعيبه الموجوده عمرو على المستوى الفني، في طبعا على منتخب اوغندا ومالي، وفي تقريبا 7-8 لعيبه بيلعبوا في منتخب تنزانيا. مين افضل اللاعبين من خلال رؤيتك للفتره اللي فاتت في يانج؟ هو خالد اوتشو موجود، كان في مصر، في مصر المقاصه، وبيلعب في المباريات الدوليه 65. ديارة ده الحارس المرمى بتاع مالي. خالد اوتشو لعيب وسط ملعب رقم 8. ديارة ده الحارس اللي هو بتاع مالي، اعتقد ان اليو ديانج هيبقى عارفه كويس جدا. اللعيبه كلها بتاعه تنزانيا دي موجوده. اللعيب اللي هو عندهم بيعمل فرق هو ستيفان عزيز. ستيفان عزيز لعيب كوره كويس وبيمسك كوره بيشتغل، والجنب الشمال عندهم بيبقى شغال بقى بكاري وشغال مدثر يحيى. عندهم لعيبه وعندهم، بص يا كابتن، انا بدل المدرب بيتكلم وادى الانطباع للعيبه ووصل له الهدوء والاسلوب الجيد والثبات الانفعالي اللي بيقوله في المؤتمر، اللعيب بتاعه عنده نفس الثقه دي. المدرب يرجع، احنا كابتن هاني واحنا موجودين في ماتش الرجاء واحنا موجودين مع حضرتك، ما هو ده لعيبه النادي الاهلي، مفيش تغيير. احنا اللي فرضنا امكانياتنا وتزعمنا المباراه على منذر الكباير، ونفس الكلام اللي عملناه مع فرقه الوداد نفس الكلام. بقيه القايمه، وانت بتقول على ستيفان عزيز ده طبعا لعيب من لعيب دولي بوركينا فاسو، لعيب مميز جدا جدا، في بيلعب تقريبا رقم 10 وزوزوا يعني 9.5 زوزوا بتاع كوت ديفوار. عندهم كام لعيبه كابتن كويسين يعني، هو راح على 4 لعيبه استغنى عنهم وجاب 8 لعيبه منهم ستيفان عزيزي ومنهم زوزوا. عنده احنا بقى خليه هو يقول ال11 بتوعنا. طب خلينا احنا بقى نشوف احنا ال11 بتوعنا بكره من وجهه نظرك. نبدا بمين كابتن شريف؟ نبدا بمين؟ طبعا لا كابتن، اتفضل كابتن. من وجهه نظرك طبعا يعني التشكيله المثاليه من وجهه نظرك لمباراه بكره. ده انا التشكيله دي عايز اكمل بيها طول السيزون. خلينا في بكره بدون روتيشن. انا مش عايز اغيرها. لا لا، انا نفسي من غير اصابات مش عايز اغير التشكيله اللي هقوله لك ده. لا احنا عندنا الحقيقه سكواد كلهم لعيبه ممتازه يعني. ما انا بقول لك حتى لو ما ابتداش زي ما انا بقول، ما هو جنبي طبيعي، عندك اللعيب بتاعك، ما هو اللي بيلعب ده. وخلي بالك المباريات زي ديت كمان الـ 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 مش هقول دكه الاحتياطي، لكن الريزيرف اللي عندك مهمين جدا يكون عندك اوراق تقدر تلعب بيها يعني. هقول لك اللعيبه اللي مش بتبتدي، ما ممكن تلت ساعه يبتدي وما لاقوش نص ساعه. اتفضل بالتشكيل كابتن شريف. انا هقول شناو باذن الله ومحمد هاني، وإذا كان عبد المنعم وياسر إبراهيم إن شاء الله ومعلول. تمام، نص الملعب هيبقى ديانج ومروان عطية وقفشة. مروان عطية وديانج ديانج وقفشة وقفشة. وخد بقى عندك الباقي الثلاثة اللي قدام، إمام عاشور، كهربا، حسين الشحات في ناحية اليمين. إمام عاشور كليفت وينج، ليفت وينج، وكهربا راس حربة، وحسين الشحات القديم بتاعه. والثلاثة دول اللي بيعملوا ضغط على فرقه يانج افريكان، تحتيهم على طول قفشه الباك اب بتاعهم يعني. الكره الثانيه مأمن نص ملعبك بأمن بشكل هجومي ودفاعي في نفس الوقت. اعتقد ان ماشي هتفرج على لعيبه نفسي اشوفهم، نفسي اشوف الشكل ده. انا يمكن اختلف مع كابتن شريف في حاجه واحده بس، حسين الربط بينه وبين علي، هاني والربط بينه وبين بيرستاو. اوكي انا عايز بيرستاو في الحته دي. قول لي تشكيلتك. تشكيلتي قول لي ان شاء الله لو منعم سليم يبقى منعم وياسر، وطبعا الشناوي قدامهم ثلاثه، هاني ومروان وعلي معلول قدامهم اربعه، بيرستاو، الو ديانج، امام عاشور، حسين الشحات، كهربا، تاو ديانج، امام عاشور، حسين الشحات، كهربا. مفيش قفشه. ماشي قفشه اما بيقعد بره يا كابتن بيقرا الملعب يكون كويس قوي. ده حقيقي. في النهايه كابتن شريف بنشكرك، شكرا. ده احنا اللي بنشكرك، نورتنا وشرفتنا يا كابتن، ربنا يخليك. عمرو بنشكرك، شكرا جزيلا. حبيبي يا كابتن، انا مبسوط مع حضرتك، مع كابتن شريف يا كابتن، ربنا يخلي حضرتك. شكر واصل لحضراتكم، ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا بكره، وان شاء الله يكون المكسب للنادي الاهلي باذن الله في مباراه صعبه، لكن مش صعبه على ابطالنا ورجالتنا. دي كانت نهايه حلقتنا، ان شاء الله مع حضراتكم الاسبوع اللي جاي، يوم جديد وحلقه جديده من المحترفين.